شويه شويه بس مناديل وقافل البيت عندي. واكيد المصريين عاملين كلكم كده وعاملين احتياطاتنا، لازم نركز في موضوع الارصاد، فكنت لازم برضو اخلي بالي من الموضوع ده، مقفل البيت كويس قوي. ما اعرفش التراب برضو بيخش البيت، ما اعرفش بيخش منين. ما تسالنيش، بص انا عملت حاجه، انا في فتره كنت بجيب زي بخاخ ميه وبرش. امبارح بقى عملت افتكاسه جديده كمان. ايه بقى؟ حطيت عليه شويه ميه ورد. شويه ميه ورد حلو. اختراع، عايزه اقول لكم بجد اختراع لطيف. ريحه عشان يعمل ريحه حلوه، وبتحس ان هو يعني كتم شويه ريحه التراب الرهيبه دي. لا هو الحمد لله، عارف انت يعني كان الكوميكس موجود على الفيسبوك، احنا بنموت في تراب مصر، فالتراب كله راح طالع لنا. انتوا بتحبوني؟ طب انا جاي لكم. لا يعني هي حاجه لطيفه بتحصل لنا من الاعوام لاعوام، فيعني المفروض يكون عندنا تحذير اكتر، او احنا هيكون. بس انا كنت مبسوط امبارح. بس احنا هنعمل ايه في البيوت؟ البيوت كلها. انا كنت مبسوط امبارح ان المستشفيات امبارح على اهابه الاستعداد لموضوع مرضى الصدر. انا كنت مبسوط قوي لان لقيت كل المستشفيات احنا جاهزين لاي حاله، نتقبل اي حاله، مستنيين اي حاله. فالحمد لله احنا بقينا عندنا خلفيه من الموضوع ده، بقى عندنا وعايه وعندنا درايه باللي احنا لازم نخلي بالنا لما يكون عندنا كارثه من الكوارث. عندك حق. نكون احنا في انتظارها مش بعد ما تحصل. فلا دي حاجه حلوه. انت عارف كمان كان في حاجه لطيفه قوي امبارح، شفت الماسكات؟ قال لك الصيدليات كان عليها ضغط كبير، الناس اول ما لقيت ان الجو كده، الجو ده طبعا للاسف بيكون محمل بكل البكتيريا اللي ممكن تيجي او الامراض. فهات ماسك لو انت محتاج تنزل، الماسك رخيص موجود في كل صيدليه. برضه الناس عشان تعرف نعمه بلدنا، يعني احنا احنا الجو على طول حلو صح؟ اه والله العظيم، يعني الفصول اللي انت شفت، الفصل اللي شفناه ده، وده فصل فعلا مقلب. بس احنا ما عندناش شتاء السنه دي. نعم. انا ما طلعتش الشتوي. انا الشتوي لسه في الدولاب. انا جيت انزل والله البلوفر قفش فيا، قال لي هتطلعني النهارده على الهواء. والله اه فعلا زي ما بيقولوا كل الكنترول النهارده بتقول لنا الشتا ده كان اجازه السنه دي. ده كان جميل والله، ده كان شتا حلو. فين الشتا؟ لا 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 يا شيرين، ده كان في انت بقى. اصلا من الناس اللي بتحب الشتا ولا الصيف؟ بعشق الشتا طبعا. طب بذمتك انت شتيت، ده انت اخرك اكيد كان الجاكيت ده. لا بلوفر والله. بلوفر ده سوي. ده قفش النهارده عشان انزل معايا. عمال اقول له هلبس قميص، يقول لي لا انت تنزل، هنزلني النهارده. فخرجت. عملت شوبينج في الشتا ده؟ لا ما انا مش. طب شفت توفير حاجه بقى لطيفه جدا. مزاجي. الجو عمل معانا حاجه لطيفه جدا، ان احنا ما عملناش شوبينج خالص السنه دي، عيشنا على القديم. مع الارقام الواحد كان بيشوفها كل واحد. لا خلينا مستكفين باللبس القديم، لازم يعني الحمد لله نعيد هيكلته تاني عشان مش نقول كان يوماني. لا البيت يكفي والدنيا ماشيه وزي الفل، ولبسنا موجود بدل الشتا كذا شتوليت. عندي بلوفرات كتير قوي بتتلبس، عندنا الشتا كتير قوي. فلو كان الشتا كان حلو بصراحه، بس هو جه قرص فتره كده وسقع الصيفي فتره. بقى ابدا بقى الصيفي من دلوقتي. انت بتدي معلومات اهو، انا ماليش دعوه، انا بره الموضوع. هي بتدي المعلومات. هو المفروض اللي احنا الارصاد بتقول ان بكره ان شاء الله الجو هيتحسن والتراب هيروح. طب احنا لسه مش هنصيف، يعني ممكن برضو انت نازل بالليل يكون معاك جاكيت، لابس بلوفر عشان ما نعيش. صح. نروح بقى نسيب الجو ونروح بقى لحاجه تانية لطيفه جدا. ايوه الراجل. احنا بقالنا فتره عمالين نتكلم عن الستات. يا ستات، بما اني معايا شناوي النهارده، لازم يعني برضو كده اقول كلمتين عن الراجل. بقالي فتره بسمع جمله بجد يعني معصباني قوي. يجي راجل يقول لك ايه، انا مش واخد حقي، انا مظلوم، انتوا بقيتوا مفترين جدا. الراجل يا جماعه ظالم ولا مظلوم؟ انت بالذات تيجي تقول لنا ايه؟ اول حلقه قلت لنا ايه؟ ايه؟ انا عايز اجيب حق الراجل ده. اللي هو فين حضرتك يعني؟ مش واخده فين؟ يعني انت دلوقتي شايفه الراجل ايه، ظالم ولا مظلوم؟ لا انا شايفاه واخد حق وتالت ومتلت. افاجئك؟ اتفضل. احنا واخدين حقنا تالت ومتلت. ايوه كده. هو كده صريح، هو كده صريح. جالي دغري، ما عدناش بقى نلف وندور على بعض. المفروض انا اقول لكم لا، او الراجل مظلوم، واحنا لا، احنا واخدين حقنا تالت ومتلت ومبسوطين الحمد لله. أيوة بعيشتنا ومبسوطين في بيوتنا والدنيا زي الفل الحمد لله. مش مصدق ايه؟ ليه؟ الكذب في عينيك ايه؟ واول ما رحت بايس ايدك وش وظهر كده حسيت ان انت وراك حاجه. لا خالص والله مبسوط. انت خايف من البيت ها؟ لا والله هو المفروض ان انا حاول. عارفه ان طنط شخصيتها قويه. ربنا ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لي يا رب. يا رب. لا والله خالص، هو الراجل يعني انتوا شايفينه ظالم، خلاص يبقى هو ظالم. لكن لازم تشوفوا برضو الناحيه الثانيه، هل الست ظالمه؟ ايه بقى؟ انت شايفها ظالمه ولا مش ظالمه؟ ظالمه لنفسها قبل ما تكون ظالمه لحد تاني. غيوره بزياده، شككه بزياده. لا والله. اه والله. لا تتا بزياده. ده على اساس ان الرجاله مش بيغيروا. لا ما اكيد الراجل بيبقى. امال شرقي ايه بقى؟ لا ما نغيرش، تقولوا علينا عندنا برود، نغير تقولوا ان انتوا شكاكين قوي. يا سلام. بصوا اهو ده اللي قال لي ايه؟ احنا واخدين حقنا اهو، ابتدى هو يغير في كلامه. خالص والله انا ما بقول لك، ما هو لازم اغير على الله، مش اهل بيتي لازم اغير عليهم واخاف عليهم. طب وهي ما تغيرش ليه؟ مش من حقها ما تغير، بس تغير في نفاق المعقول. خصوصا ان في عدد كبير من الرجاله هم ما ينفعش تقولي لا. ليهم زيغه زيغه جدا. ايوه عشان كده لما تحلل لنا احنا نتجوز اربعه، احنا عندنا مشكله. ده احساس انتوا هتعدلوا مع الاربعه. ما هو ماليش دعوه. طب ما تدخليناش في حته. خلاص ما تقوليش بقى الجمله دي. ليه؟ ما هو ده موجود، احنا عندنا اوبشن، احنا نتجوز اربعه عشان احنا عندنا زيغه فعندنا الاوبشن. طب بذمتك بذمتك اللي بيتجوز دلوقتي بيعرف يتجوز تاني؟ في الوقت الحالي؟ اه. ما حدش بيعرف يتجوز. يعني لو حصل مش بيتجوز دلوقتي بره، هيعرف يتجوز تاني؟ هو لا هيتجوز البره اصلا. انا عايز اتجوز البره. لا بص، هو اللي بيتجوز بيجربها مره او تجربه مره، وده طبعا هنشوف مع مشاهدينا الكرام اللي هم هيقعدوا يكلمونا في تليفوناتنا ويبعتوا لنا على البيج عندنا، يشوف بقى اللي هو فعلا اللي يقدر يتجوز تاني، يتجوز ثالث ويتجوز رابع، ولا هي فعلا مره تكفي.
والحمد لله زي ما قلت في الاول. بص في مشكله يعني زي ما انت قلت الست برضو احيانا بتظلم نفسها. الست اول ما بتخلف الولد بتدلعه. حبيبي ما تقومش من مكانك، ولو عنده اخت بقى بتتمرمط، قومي جيبي لاخوكي، اكلي اخوكي، شربي اخوكي، وتفضل الام دي تدلع الولد ده لغايه ما يبقى شاب كبير. تيجي بقى المسكينه بقى هتتجوزها. اها جايب الدلع، جايب الدلع من بيت اهله طبعا. طبعا عايز برضو يتجوزها تدلع نفسها، دلع ماما. حلو. ما هوش عارف بقى ان دي مش ماما، فدي مش هتدلع دلع ماما. ناخد بقى الحته التانية. ايوه بقى نروح على التانيه بقى. الحته التانية ان الراجل برضو بيدلع بناته قوي. خدي يا ماما الميك اب اللي انت عايزاها، نادي ايه اللي اشتريه لك، خدي اللبس يا بابا واشتري انزلي اتفسحي. لا 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 مش ثانيه واحده كده. لا ثانيه واحده. ايوه بس الماجوريتي اذا اردت ان تطاع فاقبل بالمستطاع. زي ما الولد بيتدلع وبياخد دلع وبزياده وسافر ويروح عشان ياخد تجارب ويقدر يفتح بيته ويبقى مسؤول عن اسره. يا حبيبي زي ما انت عايز. ثانيه شيل خلينا نقول لك كلمتين. ما هو الست يا عيني والبنت مش عارفه ايه، اتاخرتي عن الساعه كام؟ ده الضعف والله، ده الضعف. لا لا لا. طب انا بقول لك اهو، انا لسه بتكلم مش من المستندات دي ودلائل وورق موجود معانا دلوقتي. معاك السي دي بتاعك؟ معانا ايه؟ ما صغرناهوش. ده انا بعته لك دلوقتي على الواتساب. يلا. لا والله دلوقتي الراجل زي ما هو بيدلع البنت والست بتدلع الراجل. يعني الام بتدلع ابنها قوي عشان ده الوحيد الولد الحيله اللي هيبقى عنده. ايوه بس الراجل المفروض يبقى ناشف كده عشان يشيل المسؤوليه بعد كده. مين قالك مش ناشف؟ وعلى فكره ده يعني هقول لك، مش عايزه اقول عشان ما احبش اعمل طول النهار والليل. على فكره ما الست بتشتغل وبتدور في الساقيه في البيت وبتربي بس العيال وبتودي المدارس وبتعمل كل ده وبتاخد بالها منه. ده غير بقى المسكينه اللي اول ما بتتجوز يبقوا لسه كده شباب صغيرين، يرجع من الشغل يفتح الماتشات. ما بتفرج على الدوري الانجليزي، الدوري الاوروبي، الدوري المصري، وهي مقضيها في المول طول النهار عماله تجيب في اللبس وتخرب بيته وتجيب برفانات وتجيب اكسسوار وتجيب مش عارفه ميك اب وتجيب. لا لا انت مش واقعي. ان حاجه غاليه برضه يا استاذ الشريف. طب اقول لك حاجه. لا لا ولا انت واقعي. يعني لو قعدت في المول هشتري كام حاجه. لا ولا انت واقعي. تعالى نشوف راي الشارع والجمهور بتاعنا اللي في الشارع. لما خدنا منهم رايهم في الشارع نشوف الراجل ظالم ولا مظلوم، ونرجع لبعض تاني. خليكم معانا لسه في العيله نشوف بقى احنا مظلومين ولا ظالمين. يلا الراجل شايف في الوقت الراهن مظلوم بسبب الضغوط الاقتصاديه والحياه والمشاكل اللي في البيت. والراجل الشاب دلوقتي اصبح ما بيشتغلش شغلانه واحده، بيشتغل اثنين وثلاثه، فاصبح مضغوط والضغط الاقتصادي ده مأثر عليه في حياته في البيت. هو طاغي وظالم. يعني شايف ان الراجل لازم يبقى السيد بقى والكلام ده. مش شايف ان الست زيها زيه او تنزل تشتغل زيه وبتتعب زيه، بل بالعكس اكتر في البيت. لا لا خالص. ان هو ادم بيشتغل يبقى هو كده اللي بيتعب وهو السيد بقى ولازم كلامه يتسمع والكلام ده. مش قصه ظلم ومظلوم، قصه هي قصه فهم للادوار. يعني انت دورك ايه وهو دوره ايه، انت عليك متطلبات وهو عليه متطلبات، في حقوق هنا وفي حقوق هنا. كل واحد فينا لو عامل بدوره كويس في المجتمع، هي عرفت دورها كويس كست شرقيه وكراجل شرقي. احنا مختلفين تماما الغرب في حاجات كتير، في عادات وتقاليد. مظلوم عليه ضغوط كتير جدا، عليه ضغوط البيت، ضغوط اهله، يسال عليهم، شغله طبعا والطحن اللي هو فيه طبعا. شغلات كتير تنفع رجاله ما تنفعش ستات. كلهم عينيهم زايغ وكلهم بيبصوا. عارف تبقى ماشي كده تبص ليه، بص كده عادي يعني، دي طبيعه فيه. كل الاحداث بتلف في كره واحده. يا هو الضغط بيخلي ان هو فعلا يبص لحد تاني. بس هو لو هي ماليه عينيه وهي مدلعيه ومدياله كل احتياجاته، هي برضو تقدر تحافظ على بيتها. اكيد هو مش بيبقى في اي بنت معديه بس ليه بيبص عليها، حتى لو متجوز وما عنده اولاد برضو عادي بيبص برضو. ومش كلهم يعني، في وفي يعني. لو جبت له واحده مثلا من بره او كده هتلاقيه يعني نزغه شويه، لكن لا مش كلهم بصراحه. كان نفسي مراتي تبقى زي امينه. امينه امينه مين يا حبيبي؟ فوق لروحك يا علي، بلاش تعيش في الوهم. اللي زي سي السيد وامينه دول خلاص بح اندثروا وماتوا من زمان. الله يرحمهم ويرحم ايامهم. سي السيد دي ما فيش دلوقتي. الست واخده حقها والراجل واخد حقه. هو سي السيد ده ما ينفعش يبقى موجود دلوقتي. ما ينفعش يبقى موجود. هي الست عامه لما تحترم جوزها او تحترم الراجل اللي هي عايشه معاه فبتعمل له كل حاجه، فمش فكره سي السيد بقى وامينه والكلام ده. اديكي شفتي اهو، اديكي شفتي الكلام اهو. الست الله يبارك لها يا رب يديك الصحه يا حاجه والله. قالت لك الراجل واخد الست واخده حقها تالت ومتلت. طب انا لو افترضت ان الراجل مظلوم او ظالم زي ما انت ما بتقولي، انا دلوقتي معايا كام مذيعه في البرنامج؟ على فكره وجودك اصلا معانا ده انت كده واخد حقك تالت ومتلت. تالت ومتلت؟ تالت ومتلت. فعلا واحد قدام اربعه يبقى تالت ومتلت. هو ده اللي بنتكلم فيه يا جماعه، هو ده اللي بنتكلم فيه. ما يكون معاكوا واحد بس مفتري بينا احنا كلنا مفتري، يبقى كده تمام. ده انا كيوت. وبعدين شفت سمعت الست لقيت لك ايه؟ خلاص امينه راحت الله يرحمها. طب ما امينه راحت من زمان الله يرحمها، وسي السيد كمان الله يرحمه برضه. وسي السيد ده على فكره كان يعني بيطلع يعني البيت راجل،
لما انت بتقولي تقولي الولد بيتدلع. طب ما هو الراجل لما يقفش ويبقى سي السيد في البيت ما بيطلع الراجل اللي انت كنت عايزاه، بترجعي تقولي مش عايز. ما تجننونيش. انت عايزين ايه؟ كم واحد من صحابك او ما بيخلص الشغل يرجع يتفرج على الماتشات، يلعب بلاي ستيشن، وهي بقى يا عيني الست المسكينه دي بقى ايه، تروح تشوف لها حاجه تعملها بقى، تقوم تطبخ، تقوم تنظف، تقعد مع نفسها، صح؟ طب كم مره يا الست بتروح لاهلها في الاسبوع؟ كم مره بتكون خارجه مع اصحابها؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، الست اللي بتشتغل دي هي بترجع، يا حرام هي مش شايفه قدامها، هو الراجل فاكر ان هو الوحيد اللي بيعمل كل حاجه. انت بتشتغل، هي بتشتغل، ماشي، ما ده كان هي بتقعد بالعيال، هي بتربي العيال، هي بتودي العيال التمرين، هي بتذاكر للعيال، ويوم ما حد من العيال يحصل له حاجه، ابنك يا هانم، بنتك يا هانم سقطوا، انت كنتي فين يا هانم؟ ما انت يا هانم مش قاعده باولادك. ما هو ده مش موجود انا دلوقتي. ما سمعتش راجل، هو ده مش موجود دلوقتي على فكره. فين ده؟ ركزي ركزي دلوقتي، هتلاقي راجل بيشتغل بدل شغلانه اتنين بسبب الحياه والغريب والاسعار. طب ليه كمان ما تشتغل؟ ماشي، انا ما قلتش لا. ليه الراجل الشرقي ما عندوش حته؟ الام مدرسه عندكم يا سلام، والله العظيم قال لك الام مدرسه. ايوه طبعا الام مدرسه، ودخلنا في الكلام الانشا الجميل ده. مين فينا ما اتعلمش من امه؟ مين فينا ما سمعش الكلام وتربى على اكلها وعرف يعني ايه يكسب؟ خلاص يبقى بقى خد بالهم الست اللي معايا دي، لكن الاب ماشي. الاب مؤسسه، هي في فرق بين الاثنين، لكن ما نقدرش ده خلل. لو شلت ده او شلت ده هيبقى في خلل في المنظومه. فهو راجل مؤسسه معروفه ان ده مؤسسه البيت اللي بيصرف اللي بيشتغل، ومش مطالب ان الست تنزل. يعني هو ما بيجيش الراجل يقول لها بالاقراء انزلي اشتغلي وصرفي على البيت. لا 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 لا، في بيوت، في بيوت الست بتساعد، ماشي، الله يبارك لها، الدنيا بقت غاليه. يبقى الله يبارك لها، بس اكتريه البيوت اللي موجوده هنا في مصر، اكتريه البيوت الستات بتبقى عايزه تشتغل، دي حاجه ثانيه خالص. الراجل ده على فكره ابتدى يتكلم كلام انشا، و احنا لينا قاعده انا وانت على الكلام ده، يعني هو ده بقى طبعا اكتر عشان هو اكتر كلام تحمل قبل ما اقول لكم. بس الكلام اللي انشا اللي ايه يعني المذيعين كلهم بيطلعوا كده ايه لفين البدله. اوكي يا شيرين، اكتر كلام تحمل لما تقول الراجل ده، ما تقولش زميلي او ممدوح، عشان بس اوريكم مين اللي ظالم ومين المظلوم. ومشاهدين هم اللي يفصلوا طبعا، ما احنا بنتفرج مع بعض، بنتفرجوا معانا. طبعا انا عارفه الستات طبعا هيقولوا لي انت صح. والله في كام واحده ست بتتفرج عليا بتروح الشغل وترجع من الشغل، تودي العيال المدرسه وتعمل كل ده، وهو بيبقى الراجل شايف ان هو بيشتغل خلاص، ده بس اللي انا اقدر اعمله، ما اعملكمش اي حاجه تانية. ما تبصريش البصه دي، نو كومنت. طيب عندنا ايه النهارده؟ يلا اتفضل قول لنا عندنا ايه النهارده، عشان احنا كده هنمسح الحلقه. انا مش عايز اتعب. عندنا فقره فنيه، دي اللي هنطلع فيها بعد شويه مع حضراتكم. هيبقى في فقره فنيه للفنان محمد صبحي، وبعد كده هيبقى معانا المحاميه برضو، حتى محاميه يعني مش محامي، عشان بس احنا رجاله احنا اللي ظالمين. ما انت يا سيدي انت كمان بتتكلم عن محكمه الاسره والمشاكل، اللي طبعا في عدد كبير من الستات للاسف بتعاني في محكمه الاسره، بيكون عندها مشاكل. طبعا شناوي ومروه، وهيكون معاكم الاستاذه نجوان تاج الدين. الاستاذه نجوان النهارده بقى هتقعد تنصر المراه زي ما كنت بتنصر المراه كل مره. ما عنديش اي مشكله يا جماعه، بس احنا مش ظالمين والله، كداب يعني. والله بصوا الغل اللي هو بيقولها وبيتجز على سنينه. فين ده؟ بيقول احنا مش ظالمين. فين الجز؟ مش مصدقاك. ايه جو؟ والله مش مصدقاك. عندنا فقرات ثانيه غير الفقرتين دول؟ طبعا انا معايا فقره الاخيره، هيكون معايا مخرج محمد حمدي والمؤلف حسام موسى، هنتكلم عن المسلسلات، وهنتكلم طبعا عن عملهم الاخير السر، وكنا بنشوف لهم عمل طبعا كان على اكتر من جزء، وهو مسلسل شطرنج. النهارده عندنا حلقه دسمه جدا، ويعني نقدر نقول حلقه مميزه جدا، يعني انا وشناوي ما اتخانقناش على فكره، ده يعني اختلاف في الود يعني. بعد الهوا بقى هنشوف الموضوع ده، لسه هنقعد نتكلم انا وهي. احنا هنكمل اكيد معاكم الحلقات الجايه الموضوع ده. نطلع فاصل ونرجع بالفقره الفنيه. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين حلقتنا، وطبعا الفقره دي هي الفقره الفنيه. معانا فنان كبير جدا وكلنا بنحبه، فنان متميز جدا، اعماله بتحترم المشاهد، عشان كده المشاهد بيحترمه. اعماله كمان بتدخل كل بيت، مش بس مصري لكن كل بيت عربي. هو ضحكنا معاه، بسطنا، عيطنا، اعماله المسرحيه لسه في دماغنا، في الفيديو نفس الكلام، كمان في السينما كلنا حافظين اعماله. ضيفنا النهارده هو نجم كبير، اتشرفت ان انا رحت لغايه عنده وصورت معاه. ضيفنا النهارده هو النجم الكبير محمد صبحي. محمد صبحي اعماله طبعا متميزه جدا. اللقاء ده كان في مدينه سنبل. مدينه سنبل كان حلم عند محمد صبحي، والحلم اتحقق. لقائنا هنتكلم فيه عن حاجات كتيره، عن اعماله الاخيره، وكمان عن الجوائز الاخيره اللي استلمها. ومش بس كده، لاول مره هنتكلم مع النجم الكبير محمد صبحي عن عيلته. بما اننا برنامج العيله، ما كانش ينفع ما يكونش معانا النجم الكبير محمد صبحي في لقاء خاص وحصري لتلفزيون الحياه.
استاذ محمد صبحي منور شبكه تلفزيون حياه وبرنامج العيله، مبسوطين برجوعنا ومع قامه كبيره زي حضرتك منورنا ومشرفنا. اشكرك جدا، اشكرك منورانا منور المسرح. كوسام انت طيب؟ عيد فتحتك كان الشهر ده، هي دي متاخره شويه. كوسام حياتك طيب؟ طيب. نقدر نقول ان الشهر ده كان شهر سعيد شويه على حضرتك كمان، وكان فيه جايزه. انا فخوره جدا وفرحانه ان انا من نفس البلد اللي فيها الفنان الكبير محمد صبحي، اللي شفت كل صحف الخليج كتبت عن حضرتك يعني كلام يخلي الواحد يقشعر. حياتك اخذت جايزه من اهم الجوائز في المسرح، جايزه الابداع المسرحي، وتسلمتها من حاكم الشارقه الشيخ سلطان القاسمي. كمان الشيخ سلطان معروف ان هو بيحب جدا مصر، بيحب الفنانين زي حضرتك طبعا الكبار، وبيحب الثقافه. الجايزه دي بتمثل ايه لحضرتك؟ يمكن انا اول جمله قلتها وانا طالع وبعد ما استلمت الجايزه من الشيخ سلطان، قلت احمد الله انني لم يتسلم هذه الجائزه اولادي. ربنا يديك طول العمر يا استاذ محمد. لان احنا تعودنا ان الفنان يرحل ونقول يلا ده رحل تعال نكافئه. ما عندناش ثقافة إن المبدع أو الفنان هو محتاج كل ما بيعمل كل ما وهو موجود يتقال له أحسنت، يتقال له أنت هايل، يتقال له وحش، يتقال له أيه. إنما مسألة التكريم اللي بعد الممات، جملة توفيق الحكيم العبقرية: الأمة الحية هي التي يحيا فيها أمواتها، والأمة الميتة هي التي يموت فيها أحياؤها. فإحنا نريد أن نتغنى بكل إبداعات من رحلوا، نخليهم أحياء موجودين بينا، بس من غير ما نقتل من يحيا. لازم نكافئه، ولازم الجائزة دي بالنسبة لي لأنها تمثل جائزة عربية، جائزة وطن عربي، هي لها قيمة كبيرة جدا، وهي فعلا من أعلى الجوائز في المنطقة العربية. وإحنا ما ننكرش إن الحركة التنويرية وحركة الثقافة تراجعت خلال السبع سنين في مناطق كثيرة ومنارات كثيرة في الوطن العربي، أصابها العطب وانهيارات في المجتمعات اللي حصلت من الثورات الربيع العربي وفي سوريا في العراق، دي حضارات بحالها تلاشت يعني. ليبيا، اليمن، أن تكون هناك منارة ثقافية في الإمارات في الخليج، فكويس إن إحنا لايين في جانب ما زال مضيء. وأتمنى مصر أيضا تهتم بأن الثقافة هي الحل الوحيد لبناء المواطن، لبناء الإنسان. كنا بنشوف زمان كمان المسرح اللي كان بيلف المحافظات، ده برضو كان بيغير في فكر المواطن. النهارده احنا موجودين في مدينه سنبل، مدينه سنبل بعيده شويه عن القاهره. انا اول مره اجيها بجد، حياتك عامل فيها مجهود كبير، التفاصيل كلها اللي موجوده. الجمهور بقى، انا عايزه اتكلم على الجمهور اللي جه لحضرتك المشوار ده. بيجي من اسيوط وبيجي من سوهاج وبيجي انا بتخض، وبيطلعوا هنا يسجلوا في الكاميرات اللي محطوطه بره في الهول، يعني كل يوم كل واحد بيقول اللي هو عايزه قدام الكاميرا. وكل الاعمار يا استاذ محمد، كل الاعمار من الاطفال لغايه الجد لغايه الام، يطلعوا يقولوا شباب يطلعوا يقولوا احنا اول مره نخش مسرح، يقولوا احنا جايين من اسيوط وهنيجي تاني. فانا بعتبر ان الجمهور هنا هو بطل حقيقي، لان ثقافه الارتياد، مصر دي كانت اغنى دوله في الارتياد، شعبها ينزل كده عارف يوم الخميس هيروح سينما او هيروح مسرح او هيروح فسحه، فمقسمها. حركه الارتياد اختفت بقى لها مده، فاحنا بنحاول نرجع حركه الارتياد تاني للجمهور. الجمهور اثبت ان هو محتاج عمل جيد وعمل يحترم عقله فيقدر ينزل له. احنا شايفين هنا النهارده طوابير. انا قبل ما اجي لحياتك كنت قاعده بذاكر، فبقرا، دخلت على المواقع عندكم على الفيسبوك، لقيت واحده كاتبه انا جايه ابني عنده اربع سنين، طب اجيب له تذكره ولا اجي اقعد اشيله على رجلي؟ التفاصيل دي حلوه. وانا شايفه هنا، انا قاعده بره عماله اشوف السن الكبير السن الصغير. صحيح. انا شفت يعني استاذ جه جنبنا قاعد ماسك عصايه ومش قادر يمشي، وجاي يستمتع بمسرح محمد صبحي. هو عارف ان هو جاي يشوف حاجه هيستمتع بيها، غذاء الروح. الحمد لله. غزل البنات، اشمعنى حياتك يعني قررت تعمل تاني غزل البنات؟ مش تاني، انا عملت اول مره للريحاني من 10 سنين لعبه الست. دي تاني مسرحية في مهرجان المسرح الجامعي التاني. أنا بعمل ثلاث مسرحيات: مسرحية من تراث الريحاني،
ان واجب عليا ان الاجيال تعرف تراثها. يعني هي ما شافتش, يعني اللي عنده 70 سنه النهارده ما شافش ريحاني على المسرح. اه فمحتاجين ان هو يشوف طعم الريحاني. في مسرحيتين تانيين هينزلوا بعد غزل البلد, مسرحيه خيبتنا اللي كان المفروض يتقدموا في 2011, ومسرحيه هنوريكم نجوم الظهر. اسمهم الاثنين كاتشي قوي. اه ما دول بس دول يعني كانوا هيتعرضوا من 2007. اه وتاجل عشان الاحداث, تاجل بقى الاحداث. انا بعتقد ان بقى مدينه سنبل هنا بقى فيها حراك ثقافي جدا, يعني حتى الندوات, يعني بنعمل ندوات هنا وبنعمل الحلم اتحقق. يا استاذ محمد حياتك كانت سمبل, دي كانت حلم عند حضرتك زمان. كانت حلم, اه يعني اقتحام الصحراء هي كانت مطلب وفي نفس الوقت حلم يعني. بس قدرت تحقق على الاقل المسرح والبلاتوهات, صورت فيها كل المسلسلات زي ونيس واجزائه, وانا وهؤلاء, وعايش في الغيبوبه, ورجل غني فقير جدا, ملك فاروق اتصور هنا, ناديه كندي صورت هنا. يعني قصدي في مناره ثقافيه, يعني احنا عاملين متحف مثلا بيوثق للفن من 1805 من اول محمد علي. ما فيش في مصر ما حدش يهتم يعمل متحف عشان يوثق فيه تاريخ الفن المصري. تقدير حضرتك حتى النجومنا الكبار, انا شايفه كميه صور بره, غير طبعا صور الشخصيات بتاعت حياتك, واحنا احنا عاملين نفتكرهم كده ونستمتع بيهم. كلهم. ما هو دول الرواد اللي لا يمكن هننساهم. يعني حياتك دلوقتي جبت سيره ونيس, ما حدش فينا يقدر ينسى ابنائي اعزائي فرزات اجبادي. المسرح يعني كان بالنسبه لنا محمد صبحي, ولما جيت حياتك للفيديو استمتعنا جدا بونيس, وكلنا كنا احنا واهالينا, انا سني كنت بقعد انا واهلي نتفرج ويتعلموا, ولا ايه ده انا كنت بعمل زي دي. امتى هنشوف فنانا الكبير محمد صبحي في التلفزيون تاني في مسلسل؟ هو بس هو المناخ. المناخ, هل المناخ محتاج يقدم اعمال محترمه؟ اكيد. ولا عايز يقدم الاعمال اللي عايزاها الاعلانات بس؟ حياتك شايفه ازاي دلوقتي؟ انا شايف ان لا, اللي بيتحكم في السوق هو الاعلانات مش القناه. كان زمان المنتج والقناه, النهارده لا, المعلن مش هيعلن. عايز فلان او عايز فلانه او عايز العمل التافه البسيط اللي ما فيهوش حاجه ونغيب عقل الناس. انما انا بقول لنتذكر الستينات ونتذكر السبعينات ونتذكر الثمانينات اللي ما كانش عاجبنا, نترحم عليها. احنا محتاجين نقدم دراما تلفزيونيه تخش البيت عشان تبني مواطن منتمي, مش بالخطب ومش بالكلام ومش بالاعلانات. هي دي القوة الناعمة, ان انا باخد بالزبط. رسالة وبتعلم حاجة بطريقة غير مباشرة بالزبط. حضرتك رفضت كذا مرة طبعا منصب وزير الثقافة, ممكن نشوف محمد صبحي الفترة الجاية وزير الثقافة؟ لا ليه؟ يعني انا قلت دايما ان ليه انزل ثلاث درجات؟ حياتك شايف كده؟ انا الفنان طبعا اهم من وزير. الوزير ده اداري بيدير انما ما بيبدعش. احنا بنكون طمعانين لما يبقى حد قامه فنيه وثقافيه, ده انانية. نقول ده هيجي دي انانيه, دي انانيه. احنا عايزين نورطه, عايزين نورطه احنا طمعانين يبقى وزير عشان يتشتم ويتهاجم انما انا في رايي انا صانع للثقافه, انا اللي استطيع ان اصنعه وانا وزير ثقافه, انا بصنعه وانا فنان. انما انت محتاجه حد يدير الثقافه, وعشان يدير الثقافه يبقى فاقي واعي مفهوم الثقافه, وواعي مردود الثقافه, وواعي البلان اللي هو عايز يعمله علشان يوصل للمواطن. عايز يوصل المواطن ده لايه؟ انما احنا للاسف نتعامل مع الثقافه ان هي سينما ومسرح وتشكيل وباليه وبتاع, يعني حاجات متبعزقه. بينما الثقافه تعني السلوك. اي شعب اركبي الطياره ونزلي اول مره فيها هتحكمي على الشعب ده من اول ما بنزل المطار سلوكه صح. دي ثقافته. احنا محتاجين شغل كتير قوي في الثقافه الحقيقه, و محتاجين زراعه قويه جدا جدا جدا, علشان انت عندك وزاره الثقافه هي وزاره مليئه بكل الاشياء المبهره في سلبياتها. يعني تسالي تقولي ايه ده الميزانيه بتاعت وزاره الثقافه كام؟ فتندهشي.
يعني لما يبقى 94% او 96% للمرتبات فاضل 4% ولا 6% تعملي بيهم ابداع. ده واحد. نمره 2 إيه، انت عندك اصول حكايه الفنان القدير وفنان مش قدير وفنان اعلى وفنان اوطى وفنان مش عارف ايه. وبعدين الفرق لها تسميات غريبه، ها المسارح اللي كانت موجوده في اعظم اماكن في القاهره موجوده مظبوط، المسرح ده موجود في مكانه مظبوط يرتاد ليه الجمهور، اصبح لا يناسب. مبقاش عندك مسارح. يعني انت دخلتيني في اشكاليه، يعني اشكاليه صعبه قوي. حياتك كنت قريالك ان انت بتقول انا ضد تصنيف مسرح الشباب، هل حياتك ضد فعلا التصنيف ده؟ انا ضد التصنيف طبعا. يعني لما يقول لك مسرح المراه ومسرح الشباب مسرح العواجيز، احنا اصلا دايما من واحنا صغيرين بنشوف استاذ محمد صبحي معاك كل نجوم الشباب دلوقتي، نجوم دلوقتي كانوا كلهم نجوم شباب. ما حياتك في الفرقه زمان واحنا شباب سمينا مسرحنا مسرح شباب؟ لا لان واحنا شباب كان بيقف جنبينا عمالقه زي محمود المليجي وتوفيق الدقن وايه ده قامات، عمرنا ما قلنا مسرح شباب. صح؟ صح. فلذلك انا بقول وحياتك دايما بدون قطع كلام حياتك دايما مسرح مع استاذ محمد صبحي بيكون الفرقه كلها شباب، زي زي غزل البنات كلها بالظبط بيكون فيها شباب كتير. نقول ان الشباب يقود حركه، موافق. انما التسميه سخيفه بصراحه، يعني مسرح شباب. طب خلاص لا تجيب لي طفل ولا تجيب لي اب ولا جد، ما تجيبليش بقى دول. مش انت هتعمل مسرح شباب؟ صح. انا خلي مسرح شباب زي المسرح زي المسرح اللي يقول لك ما تجيبش ستات رجاله بس. فده انا بعتبره قتل الابداع. لا، المسرح هو ترجمه للحياه، في الطفل وفي الامراه وفي الفتاه وفي الجد وفي العجوز وفي المريض وفي كل حاجه. لما اطلع من المسرح واقول هذا مسرح يقود فيه الشباب، يقود فيه الشباب، ايوه يقوده. انما ما ينفعش مسرح شباب ومسرح يعني حتى مسرح الطفل وارد. عشان العمر نوعيه. صح. المسرح نوعيه المسرح، مسرح العرايس. حياتك هيكون في مهرجان شرم الشيخ مسرح الشباب، هيتم طبعا تكريم حضرتك والدوره بتاعت مجلس هم يعني رشحوا شاب زيهم طبعا. هو الشباب بيبقى في التناول، يعني بشوف حضرتك شاب على المسرح والحركه، يعني كنت قاعده بتكلم انا وجمال عايزين نعرف طيب ازاي استاذنا الكبير محمد صبحي بينقل السينما للمسرح، يعني مجهود وفكر برضه صعب شويه. هو مساله السن اصلها انك تحترمي نفسك او الواحد يحترم نفسه في انه يقدم الشخصيه المناسبه لعمره الحقيقي. انما هفضل اطلع ابوس وبحب على روحي وزي العيال الملخين وحاجات زي كده يبقى ده جنان ازلي. انا بطلع اقول تاريخ ميلادي من اول ما اتولدت 3/3/48 واحنا كلنا بنحب الناس بتزعل تزعل يقول لك ايه عشان معاصرهم فبكشف بكشف سنهم. فاقول لهم انتوا ليه زعلانين؟ يعني ليه زعلان انك عشت 10 سنين فانت كبرت 10 سنين وكمان 10 سنين بس عارف يا استاذ محمد واحد دلوقتي فعلا ما بقى بيكبر بقى بيزعل تصدق يعني ليه بيزعل؟ ليه كده؟ طب ما انا كنت ما كنت اصغر كان احسن. مين قال؟ مين قال؟ الانسان لو ربنا كان في تفضيل مش في اطفال بيموتوا وهم اطفال؟ اكيد مش كده؟ وفي ناس بتبقى عايزه تموت وعايزه تسيب الدنيا وبتفضل لغايه فوق ال 90 وفوق. هي المسألة مالهاش علاقة بده. المسألة لها علاقة بالنسيج الداخلي. أنت في حياتك 70 سنة 80 50 صنعت إيه جواك؟ كرهت قد إيه؟ بغضت قد إيه؟ أذيت قد إيه؟ حبيت قد إيه؟ كنت خير قد إيه؟ كل ده بيبان في مسامك. بيبان في 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 ناس تقول ايه ده كل ما بيكبر تحسه صغر بيبقى اللي جواه حلو بيبان على وشه كويس يعني عشان بيمشيها لنفسه بنجامل بعض. انما انا شخصيا لما اتفرج على صوري وانا صغير ما بحبهاش، يعني ما بحبش شكلي وانا صغير. ده حقيقي. حياتك كل ما بتكبر بتحب شكلك في الوقت ده؟ روحي متناسبه معاه. روحي متناسبه معاه. بس انا عايز اقوله يعني انا طول عمري رياضي
بس مانيش مجنون يعني. احنا عمرنا ما شفنا اسامه محمد صبحي تخنين شويه، دي ما بتشوفش يعني. ما ينفعش العب رياضه دلوقتي اللي كنت بلعبه من 40 بس سنه. بس حضرتك اكيد طول عمرك بتحافظ على اكلك حاجه. بس دي النقطه اللي انا بقولها مهمه يعني. ان انا بلعب رياضه عنيفه، فمش ممكن بعد 30 سنه العب نفس الرياضه او بعد 40 سنه العب نفس الرياضه. لا، بلعب رياضه بس رياضه تتوافق مع تركيبه جسمي اللي بقت عليه. وبعدين احنا جوانا يستطيع ان يؤلمنا ويستطيع ان يربط علينا. انا من النوع اللي جوايا ناس بتربط عليا يعني جوايا. النظام، انا شايفه هنا النظام في المسرح بالساعة. انا داخله اقول لي سيب الموبايل وانت داخله حياتك، يعني في نظام مش هزار. ان انا كمان اسلم موبايلي وادخل، واحنا كمان دلوقتي الجيل ده بقى كلنا بيبقى عندنا ايه ادمان للتليفون. أيوة. وادخل على النت وكده. ان انا شايفه كل الاعمار دي بتسيب التليفون عشان داخله تستمتع بالمسرح. ده صحيح، ده برضو تشالنج. هو لا يصح الا صح لي في رايي يعني. وهو ده الصح، وهو الناس موافقه ومستمتعه وجايه زي بالظبط المشاهد اللي يتقال له رجع فلوسك مع ان ممنوع. التذكره تعاقد 7:30، هتكون 7:30 ودقيقة مش هتخش. وما تاخدش فلوسك. لا، بيلاقوا هنا بقى حاجة تانية، لا خد فلوسك. يعني ما تخشش وخد فلوسك. أستاذ محمد صبحي يعني النظام. يعني فلا يعني قصدي أقول إحنا محتاجين نحترم، بس بشرط ما يخشش جوه بقى. ويلاقي إنك بتهنيه. صح. بتهيني عقله. لا، ده هي المسألة متكاملة. لما هتقولي له بلاش كذا وبلاش كذا وبلاش كذا، يقول طب ماشي تعالى بقى. فيخش جوه ويلاقي بقى قلة أدب مثلا، ويلاقي ألفاظ وفي أفكار سخيفة، خلاص أنت قضيتك سقطت من بدري يعني. أكيد. أستاذ محمد، بما إننا برنامج العيلة ما ينفعش ما تكلمش على مريم كريم والأحفاد ليلى وعائشة وعلي، صح؟ مين فيهم واخد من أستاذ محمد مثلا هنقول الطباع؟ لا مش طباع، ده واحدة واخدة روحي. يا ربنا يا رب. عيشة أصلها 3-3. ده برج الحوت برضه. بس ده في اليوم يعني 3-3 حوت عيشة. وليلى وعلي، لا هما الثلاثة الحقيقة. أنا شفت الصور ليهم وهم صغيرين بلوند خالص. لا دلوقتي 15 سنة و ما شاء الله عليهم. هو بس أنا لازم أقر أن هناك انفصال. في انفصال يعني، هما بيحبوني كجدهم. كفنان اول مره اتفرجوا عليا. مين شاف لحضرتك اعمال مثلا علقت معاك؟ هو غازي البنات جم اتفرجوا على الافتتاح. اوكي. فقاعدين مش مصدقين. الراجل ده، الجد ده كان بيقعد معانا في المكتب. ده جده طلع ستار. يقعد يحكي لنا ويتكلم وبتاع، انما التنطيط ده والبتاع ما مش في دماغهم. فهو ده كان دايما مريم. طب عملوا ايه يا استاذ محمد بعد المسرح؟ ما حضرتك كده دخلت وقعدت معاهم. لا يعني هم كان صحابهم في المدرسه يقول لهم انتوا جدكم وفلان؟ فهم استغربوا. ايه في ايه يعني؟ فاهمين يعني ايه فيمس يعني ايه لما راحوا بقى المدرسه زملائهم جم اتفرجوا قطعوا تذاكر. فبقوا لها جدك بتاعه يحكوا لها على المسرحيه. فابتدوا يحسوا ان دي مساله مهمه. يعني ده جده ده شيء مهم يعني. مش جده اللي قاعد معانا في البيت برضه. بس هما ميولهم الفنيه في حدود الجيل. فنون تشكيليه، رسم، مزيكا. علي بيحب يعزف مزيكا ويالف مزيكا. عائشه بترسم. ليلى رياضيه بقى بتاعت خيل وحاجات زي كده، انها بتشوفني وانا راكب الخيل في سنبل كامل. فانما في انفصال. يعني بحاول اقرب من الجيل ده، اقرب له علشان افهمه. وعشان يبقى في لينك بيني وبينهم. ما بيقولكش بس ان احنا بقى عندنا مش عارفه اكونت على السوشيال ميديا، عندنا على الفيسبوك. لا 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 لا. جده يقعد معانا، يبعت لنا مسج، يبعت لنا واتساب، يبعت لنا حاجات. لا انا بعمل قوانين برضه. حتى الاحفاد. لا حد ماسك البتاع ده ممنوع؟ لا ممنوع. هتقعدوا معايا. محمد قوي بقى. يعني هتقعدوا معايا الساعه، نقعد الساعه مع بعض. هنسيب بقى الحاجة ونقوم مع بعض. بالظبط. لا طبعا. هما دول بالنسبة لي حياة جديدة. أعز الولد ولد الولد فعلا؟
اه ما انا ولادي دخلوا مره عليا في المكتب لقوني مقعدهم في الارض على السجاده ومنزل لهم البلوهات حاجات من المكتبه لا يمكن حد تعملها مع ولادك طبعا. ايوه ما هم دخلوا قالوا حسوا ان هم متدلعين صرخوا كنت مبهدلنا صرخوا قالوا لي هتتكسر قلت لهم تتكسر فانا سايبها لهم فعلا هتتكسر خلاص يعني ففعلا كنت بالنسبه لهم لا ما حدش يمد ايده على قد دي كنت كانوا متعذبين هم بقى فهم متغاظين طبعا طبعا استاذ محمد انا طبعا طولت على حضرتك بس انا كنت مبسوطه جدا ومتشرفه ان انا اكون مع حضرتك النهارده وبكون فعلا فخوره جدا لما بسمع اسم محمد صبحي اي عمل بيحمل اسم محمد صبحي بيكون عمل يعني متكامل عمل محترم بيحترم عقول الناس كلها شرفتنا ونورتنا دايما مشرفنا جوه مصر وبره مصر والف الف مبروك على الجائزه دي طبعا وجائزه المركز الكاثوليكي وان شاء الله جوائز كتير قادمه غير طبعا اللي شفناهم بره كتير جدا نورتنا ونورت برنامج العيله وشبكه تلفزيون الحياه مبسوطين ان استاذ محمد بيساندنا برجوع الحياه نورتنا يا فندم شكرا مرسي لسؤالك شكرا رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل وفقرة مهمة جدا من العيلة. أول حاجة ازيك يا ممدوح؟ الحمد لله تمام زي الفل، فضل ونعمة الحمد لله. فقرتنا النهاردة هتكون مهمة جدا لكل الناس اللي بيشوفونا النهاردة، فقرة المحاماة، طلاق وخلع وكلام كبير جدا، ناس كتير جدا بيبقى عندهم بعض التساؤلات. خلينا نرحب بضيفتنا محامية العيلة، ضيفتنا النهاردة هي نجوان تاج الدين. أهلا بيك يا نجوان. أهلا بيكم، مساء الخير عليكم ومساء الخير على مشاهدينا. مرحبين بيكي ومنورينا كده ومنورة الدنيا ورجالة ظلمة ورجالة مفترية زي ما أستاذة شيرين كانت بتقول في أول الحلقة يا أستاذ مروة. أنت أنا في البداية بس جالي تليفونات كتيرة جدا اللي أنا عايزة إن أنا أشرح بطريقة مبسطة فأنا هبتدي بقى أشرح من الحلقة دي بطريقة مبسطة وسهلة عشان قبل ما تشرح الطريقة مبسطة وسهلة احنا ظالمين بقول لك ايه قولي الحقيقة احنا على الهوا هو العنصر الرجال اللي موجود معانا احنا ظالمين يا مروة انت شايفة ايه احنا هنتكلم دلوقتي هنطبق دلوقتي حالا ماشي ماشي يا استاذة شيرين ماشي احنا ظالمين ماشي كل اللي عنده النهارده تساؤلات او حابب ان هو يستفسر عن اي حاجه بيبقى ناس كتير جدا بيقولوا ايه يبقى الوضع كما هو عليه عايزين النهارده بقى حضراتكم تشاركونا كل اللي عنده اسئله عنده تساؤلات حابب ان هو يسال عن اي حاجه يلا كلمونا دلوقتي هنرد عليكم لايف اهو على الهوا بس في بدايه الفقره بقى عايزه اسال حضرتك في ناس كتير جدا ما يعرفوش ايه الفرق بين الطلاق وبين الخلع بين الخلع وبين الطلاق تمام طيب في البداية الفرق بين الطلاق والخلع الطلاق يعني الخلع يا إما بالتراضي يا إما بالتقاضي بمعنى إيه؟ حلو إن ممكن إن أنا أتراضى مع زوجي على الخلع من غير ما أرجع للمحكمة تمام أروح أقول له إن أنا هتنزل عن كل حقوق الشرعية المالية وهرجع لك مقدم الصداق تمام فيبقى كده خلع من غير محكمة حلو تمام؟ ندخل بقى في الطلاق الطلاق برضو يا إما بالتقاضي يا إما بالتراضي برضه يا اما بتروح تقول لزوجها او هو بيطلقها غالبا بيجي من الزوج ان هو اللي بيطلقها وتتنازل عن كل حقوق الشرعيه اللي هما زي ما بيقولوا كده بالعاميه بتبري عند المأذون بكل حقوقها الشرعيه او لو هو رفض هي بتتوجه للمحكمه تبتدي تحرك دعوى طلاق لازم يكون في طلاق للضرر يعني الخلع لا الخلع ملهوش سبب حلو القاضي هيخلعها بيبقى مثلا استحاله العشره بينهم او هيؤمر بالخلع عشان بس يبقى يعني الخلع ده بيبقى استحاله العشره بينهم ممكن يتفقوا او ممكن بالتقاضي زي ما حضرتك تفضلتي ممكن بالتراضي ان هم يعني ذوقيا كده طلقني فهي هو بيطلقها يا اما بيديها حقوقها كلها الشرعيه يا اما هي بتبريق في مقابل انها تتطلق ما تلجاش للمحكمه اكتريت الحالات الخلع بظن الستات اللي بتكسبها يعني انا مش شايف اللي في ستات ما بتكسبش القضيه هي ما بتاخدش رفض طبعا يعني ما بتاخدش رفض وطبعا الميزه في الخلع عن الطلاق ان الخلع ما فيهوش استئناف هو حكم نهائي من اول ما بيتحكم للسيده بالخلع خلاص ما بتستأنفش اما الطلاق بقى ليه اسباب يعني لازم عشان تتوجهي للقاضي لازم يكون في سبب القاضي يقتنع ان هو يطلقك ليه لانه بعد كده بيحكم لك بكل حقوقك الشرعيه مؤخر ونفقه وعده كل حاجه بتاخدها ده للطلاق الطلاق العادي لا الطلاق العادي ده اللي هو ما دخلتش المحكمه اصلا الخلع بقى عشان الرجاله بتقول احنا بنطلع كده فاضيين لا معانا ابيض ولا اسود ولا الستات بتطلع فاضيين معاهم ابيض ولا اسود والرجاله بتبقى واخده ومكوشه على كل حاجه فعلا في الخلع بتسيب بتتنازل عن كل حاجه بتتنازل عن كل حقوقها بتتنازل عن كل حقوقها الماليه الشرعيه تمام
وكمان مش بس كده، دي بترجع الحاجات اللي هو عشان تاخد الورقه بس، ورقه الطلاق. ما هو انتوا بتجيبوا عشان تاخد ورقه الخلع، او بيبقى الحكم يعني ما بتترفضوش بالخلع، طلقت للخلع. ما عشان بتبري من كل حاجه يعني، ما انتوا مفيش حاجه بتترفض لكم في الاخر اللي ظالمين. طلاق الخلع ده بتبقى اتطلقت طلقه للخلع، طلقه بائنه، بينونه صغرى للخلع. لا معلش بترجع بالراحه بقى. ايه بقى طلقه بينونه صغرى؟ برضو رجعت تاني ما اوضحش انا الحته دي. لا مش عايزه اتوه منك. يعني ايه طلقه بينونه صغرى؟ خدي بالك، هو في بينونه كبرى وفي بينونه صغرى. مش عليك عشان يطلع ان عنصر الرجالي ما يعني ايه ما بيجيش على بتنضم الاستاذه شيرين. مروه بتنضم لشيرين وفاضل لي كده ايه والسهر. اتفضلي يا استاذه. تمام. ايه تاني بقى؟ معلش الطلقه الصغيره اللي الطلقه في طلقه في بينونه كبرى وفي بينونه صغرى. حلو. الطلاق للخلع ده الحكم بيصدر من المحكمه، طلقت للخلع طلقه بينونه صغرى. حلو. يعني ايه بينونه صغرى؟ يعني هو ما يقدرش يرجعها تاني الا بمهر وعقد جديد. الله. تمام. بموافقتها. كتروا بقى من البينونه الصغرى. تمام. ايه التحريض ده؟ اما بقى البينونه الكبرى دي دي قصه تانيه، ان هو ما ينفعش يرجعها حتى لو بموافقتها الا لما يعني يكون في زوج اخر بينهم، يكون طلقت ثلاث مرات. معانا نانيس على التليفون. انا واضحه؟ انت واضحه جدا وانا عجبني الصغرى والكبرى. نانيس جد دلوقتي يعني طيب اتفضلي ناخد التليفون بس. نانيس الو. اهلا بيك. الو الو. ايوه. ايه بقى الاستشاره القانونيه معاك الاستاذه نجوان على طول؟ مساء النور استاذه نجوان. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. انا نانيس الجندوري موكل عند حضرتك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. الف مبروك ومنوره قناه الحياه يا فندم. منوره بيك يا استاذه نجوان. اي سؤال؟ ايه سؤالك؟ ايه بتقول لك الف مبروك ومنوره قناه الحياه. بترحب بيك ومبسوط. ماشي تمام متشكره. شكرا على اتصالك. حضرتك تسالي اي سؤال؟ واضح انك بتبارك بس. بتبارك. هتكلمي بركنا احنا كمان يا استاذه. الاشاره هتبقى النهارده في التليفون. ايوه لازم نرفع عاديه عند الاستاذه عشان دلوقتي بركنا احنا كمان. قالوا اسالوا على الهوا فرصه. ايوه بركنا يا جماعه يعني طيب مش عزب. احنا بس قبل ما نخش في الطلاق الراجعي والبينونه الصغرى زي ما حضرتك الصغرى والكبرى. احنا عايزين بس احنا كده عرفنا ان مفيش حاجه اسمها طلاق عادي يا جماعه. مفيش حاجه اسمها طلاق عادي. الطلاق يا اما لو هتتوجه للمحكمه بيبقى طلاق للضرر، لازم يكون في ضرر واقع على الزوجه. هي دي النقطه اللي عايزين نتكلم فيها. لو عادي يعني في البيت انا جيت اقول له طلقني او هو طلقني كده طلاق عادي. تمام. حلو. وضحت ده بالتراضي. ده بالتراضي. تمام. مش بالتقاضي. مش بالتقاضي. الطلاق الرجعي والبائن. ايه بقى الطلاق الرجعي والبائن ده؟ طيب الطلاق الرجعي ده اللي هو الزوج بيطلق مراته او زوجته يعني، وفي خلال 3 شهور هو يقدر يرجعها تاني بالقول او بالفعل. ده الرجعي. البائن لا، الباقي هو ما يقدرش يرجعها زي ما اتفقنا في الخلع او في الطلاق. خطوبه بقى من اوله جديد ومهر جديد. مهر جديد وشبكه جديد شبكه جديده، ولازم يكون برضاها. يعني ما ينفعش كده في الطلاق الرجعي، ممكن يقول لها من غير ورقه ممكن يطلقها. حلو. في خلال 3 شهور او 3 حيضات بيردها بالقول او بالفعل، يقولها خلاص انا رضيت. 3 شهور من غير موافقتها. من غير موافقتها. تمام تمام. لكن الطلاق البائن بينونه صغرى او بينونه كبرى، بينونه كبرى ده قصه ثانيه مش هندخل فيها. بينونه صغرى لازم يكون بمهر جديد وشبكه جديده زي. طب انا ليه بس ليه رساله للرجاله؟ من الصغرى ليه رساله للرجاله؟ لو بتحب مراتك اوعى تفرط فيها. لو بتحب مراتك حافظ عليها، هتدفع مهر من اول وجديد وشبكه وقايمه وحاجات. ركز. خلينا هنا بقى. هم عندهم اللي هو طلقني طلقني طول النهار، فما تمشيش ورا الحته دي. ركز يا جماعه بس خلينا نبقى متفقين ان مفيش واحده والله بتبقى عايزه تتطلق. بالظبط كده خالص. لما هي تكون بقى خلاص الكافية. يعني جابت اخر حاجه عندها، فمفيش واحده بتبقى عايزه بالبلدي كده زي ما نقول تخرب بيتها. مفيش. انا عارفه برضه بندي رساله للرجاله. ما في الاخر احنا اللي هندفع. هو راح وجه رساله قال راجعوا نفسكم يا جماعه. خلاص هو راجل ما غلطش اهو. هنندم والله. هندفع كتير قوي بدل ما نجيب مره ويبقى مرة. ركز ركز خليك معايا والله. دي حقوقها الشرعيه. تمام. طيب. طيب الوقت بقى اللي اي سيده النهارده بتستغرقه عشان تتقاضى او سواء في الخلع او في الطلاق، الوقت بيستغرق يعني قد ايه تقريبا؟ طيب هي لو بتتوجه للخلع طبعا في المحكمه بتبتدي ترفع او تحرك الدعوه بتاعتها، دي ممكن من 3 يعني ابتداء من 3-4 شهور، ممكن توصل لسنه سنه وشهرين. من 3-4 شهور لسنه او سنتين. لسنه ده الوقت. ازاي بتختلف بقى لو في اولاد؟ لان في نفقات. لا ثانيه قبل ما نخش قبل ما نخوض في موضوع الاطفال والنفقه والحاجات دي، معانا نفين ناخد من الناس استفسار ونرجع. اهلا بيك نفين ونكمل الكلام. السلام عليكم. الو. ايوه الاستفسار القانوني على طول بقى. استفسار نور. اتفضلي حضرتك معانا. يلا اتفضلي استاذه نفين معانا. انا بشكركم على البرنامج الحلو اللي حضرتكم عاملينه. ربنا يخليكي. ايوه. ثانيا هو الراجل الشرقي عامه ايوه
عارف ان الست مهما عملت ومهما حوارات ومشاكل كده فلازم هترجع له عشان الاطفال. تمام. لازم الست ترجع له تاني عشان الاطفال. لازم الواحدة تستحمل وما لهاش غير بيتها وجوزها. ده اكيد. حابة حضرتك تستفسري عن اي حاجة استاذة نجوان معانا؟ لا يا حبيبتي، انا بس حابة ان انا اقول يعني ان انتوا كويس مع مين البرنامج الحلو ده. ربنا يخليك يا استاذة نفيل. الراجل ظالم ولا مظلوم؟ صحيح ومستغل يعني. الراجل ظالم ولا مظلوم يا استاذه؟ طب ردي بقى كده في عجاله. الراجل ظالم ولا مظلوم؟ لا هو الصراحه ده دايما ظالم. بطاقي بقى احنا جايين انت الاتصال اتقطع. الاتصال اتقطع يا استاذه. والله ان هو دايما عايز مسيطر وكلمته لازم هي اللي تمشي واحنا عندنا ما ينفعش. علي صوتك بقى ما دام اتكلمتي كده. علي صوتك حبه. انت بتحب الراجل الشرقي ولا ما بتحبيش؟ ولا بتحب الراجل المودرن؟ لا بتحب الراجل الشرقي ولا المودرن؟ بالنسبة لك هيبقى الأفضل إيه، الشرقي ولا المودرن؟ بص هقولك على حاجة، هو التفاهم. التفاهم مش حقيقي. التفاهم الآراءات مش لازم كان لا قرار أنا اللي مش ممكن قراره يمشي، بس ممكن يكون غلط بعض الأحوال. ممكن فاهمني؟ ممكن ماشي. الآراءات يعني والمناقشة في الآراءات والتبادل في التفاهم هو حلو. يعني في ناس قولي احنا متظلمين عشان اقفل المكالمه وانا برتاح. هو عايز يسمع احنا متظلمين عشان ايه؟ تتفرجي على الاستاذه نجوانا هي بتكمل حوارها. خلاص اللي فين راحت. بس هي كانت عايزه تقول. هي كانت عايزه تقول والله. طيب احنا متظلمين. احنا وقفنا فين؟ انا عارفه. نرجع بقى لحوارنا تاني. شوف الكلام الحلو. قالت لك انا عارفه ان احنا متظلمين. هي بتخلص بس معايا. لا قالت لي احنا متظلمين. خلص معايا. خلاص بقى ندخل في الجد. ندخل بقى في الجد. طيب احنا دلوقتي كنا بنتكلم في الوقت تقريبا اللي هو بتاع الطلاق او الخلع. هندخل بقى في ايه اللي بعده بقى عندك يا شنو؟ يعني نقول حقوق الاطفال بقى ونفقتهم لما بيحصل قضيه الخلع. اه المهم الطفل ده بقى وضعه الطفل. ايه يعني هيتصرف عليه ازاي؟ هيبقى الاب مسؤول عنه ولا لما الست عملت ابراء ذمه للراجل تماما في الخلع الراجل الولد الطفل ده مصيره ايه بقى؟ مع ده ولا مع دي ولا مع مين؟ طيب دعوه الخلع ملهاش اي علاقه بحقوق الاطفال. حلو. هي بتتنازل عن حقوقها هي فقط. هي تمام. لا تملك ان هي تتنازل عن حقوق الصغار تماما. بس حقوق الطفل لسه معاه. حقوق الصغار اه طبعا. بس هي اللي بتقدر ترفع. هي اللي تقدر ترفع بيدا. لان هو صغير لسه. تمام. هو لما بيكمل 15 سنه هو اللي بيرفع الدعوه بنفسه. لكن هو بس الاجابه عشان تبقى محدده هي ما تقدرش تتنازل عن حقوق الصغير. جميل جدا. طيب ناخد اتصال تليفوني. جميل. تتنازل عن حقوقها بس. ماشي. ناخد بقى اتصال تليفوني ونكمل كلامنا مع الاستاذه نجوان. الو الو استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد انا عايز اقول لحضرتك ان الراجل مظلوم جدا على فكره. اه والله العظيم بحبك يا استاذ محمد. علي بقى صوتك يا محمد. فين من زمان؟ الحمد لله على السلامه يا محمد. الحمد لله على سلامتك. نورت الدنيا. انا عارف انت مستني حد بس من الرجاله يتكلم. اه والله اصل انا لوحدي. والله انت جاي تنضم له يا محمد مش كده؟ انا لوحدي يا استاذ محمد والله حسيت بيه. والله ابدا مش جاي انضم. انا بقول كلمه حق والله العظيم وربنا يحاسبني عليها طبعا. قول لنا بقى احنا مظلومين في ايه وعشان الستات في مصر كلهم يسمعوا دلوقتي ويعرفوا. انا راجل مطلق ومراتي رفعت عليا قضيه طلاق للضرر وراحت جابت شهود كذابين واثبتت ان انا ضربتها في الشارع وهنتها وشتمتها وعملت فيها اللي ما يتعملش وخدت طلاق كذب في كذب في كذب في كذب. ده حلو. طب انا ممكن بس اسال المحاميه دي انا بقى يعني انا راجل اعمل ايه وحد مثلا جابت شهود كذابين وانت عارفه ان الموضوع ده دارج جدا عندنا في الايام دي في المحاكم واي حد يقدر يجيب اثنين شهود. تمام. تقدر تجيب اي اثنين شهود. طيب جميل جدا. عند حضرتك اولاد يا استاذ محمد؟ عندي اولاد. اه عندك قد ايه؟ عندي ثلاث اولاد. ثلاث اولاد. ثلاث اولاد. هنرد عليك حالا دلوقتي. دلوقتي هو استاذ محمد كان بيتكلم ان هو راجل مطلق وكانت مراته جايبه شهود اللي هو ضربها في الشارع واهانها وكده والناس راحت المحكمه وخدت فعلا قضيه طلاق وكله كذب في كذب. هو بقى كراجل دلوقتي يعمل ايه؟ عايز يثبت اللي هو ما عملش كل الكلام ده ويعني ده هو كان محطوط في خانه الظلم المظلوم. طيب يا استاذ محمد. خليك ترد على تليفونك تاني. اهلا بيك يا استاذ محمد. طبعا في البدايه وهي الفكره ان اي قضيه طلاق لازم طبعا بتروح حاجه اسمها تحقيق وهي بتجيب شهود. الزوجه بتجيب شهود من عندها وحضرتك بتجيب شهود من عندك. فطب ليه انت وحضرتك ما جبتش شهود من عندك؟ نفي. هي جابت شهود اثبات بالواقعه ان حضرتك في بيتم الاعتداء عليها بالضرب او حاجه زي كده. طيب انت ليه ما جبتش شهود نفي عشان يبقى شهود مع شهود؟ لا اكيد. طيب أكيد عندك استئناف. تمام. ايوه في استئناف. تقدر تستأنف لان الاستئناف غير الخلع. الخلع ملهوش استئناف وحضرتك لسه في وقت للتقاضي. وعموما عشان يبقى برضه ردا لحضرتك لو ده حكم نهائي وحضرتك استأنفت وبرضه القاضي اتطلق للضرر فخلاص ما هو مفيش عيش بينكم.
خلاص هي خلاص هي رفضت يعني بشهود من غير شهود هي كانت رافضه العيشه معي. الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. احنا مظلومين والله العظيم. طب انا تعاطفت معاك دلوقتي خلاص بقى مش هخليه يرد على التليفونات تاني. ناخد بقى السؤال مين كده ثانيه واحده بقى مين قال انا مش هرد والله لا ارد على التليفونات بس لا خلاص انا بعد كده هرد التليفونات معايا بعد اذنك يا شباب هخش كل اللي هيتصل هخش ارد على التليفونات. طيب خلينا نخش بقى في الاسئله الثانيه عشان معانا طبعا كم اسئله كبير جدا. ايه الحقوق اللي المراه بتتنازل عنها اذا رفعت قضيه خلع؟ بتتنازل عن النفقات اللي هي العده والمتعه. نفقه العده ونفقه المتعه والمهر والمؤخر. المؤخر بتتنازل عنه والمهر بترده تاني اللي هو مقدم الصداق بيسموه مقدم الصداق. مقدم الصداق بتعمل له ايداع يعني في المحكمه. ايداع يعني بتدفع فلوس اللي هو دفعها في الاول. طبعا ده في حاله الخلع ده شرعا. طبعا الرجاله هتسخن ده أيوة حد يعني احنا لازم نتكلم بقى تاني يعني ده كده كتير قوي يعني لا طبعا لا لا لان لا لان فعلا كده ما يصحش. هي دلوقتي واحده عايزه تتطلق تمام طب خلاص رجعي كل اللي انت جبتيه اخدتيه ده بقى بيخلق ذمه عمليه يعني بيبقى زواج بينهم وعشره بينهم وما ينفعش يعني ما هو ده يبقى طلاق بقى عشان كده قلنا يا اما بالتراضي يا اما بالتقاضي. فالتقاضي اللي هي بترجع الفلوس الاولانيه اللي خدتها في المهر بتتنازل عن النفقه والمؤخر والعده وبالتراضي برضه كل ده بالتراضي او بالتقاضي ده وده بتقول له انا هرجع لك انا ممكن اروح اقول لزوجي اخلعني حلو ماشي او طلقني بس انا هعمل لك 1 2 3 4 اللي هو بتاع الخلع يعني الطلاق اتفق بينهم تمام تمام بترد له تمام بترد له بتتنازل عن النفقه العده والمتعه ومقدم ومؤخر الصداق وبتديله المقدم اللي هو الدهور يعني حطوله في دفع. العقد المهر اللي هو ده وثيقه الزواج والقايمه بتتنازل عنها ولا بتاخد بقى حقها؟ ايوه بقى لا ايوه ما انت لازم تضمنوا حقكم برضه حرام لا حاجتها برضه يا شناوي هتسيبها كمان حاجتها ماشي ما انا عايز اعرف اهو والله عارف ليه؟ ايوه عارف يعني عارف ليه كل حاجه؟ احنا دفعنا وجبنا حق قاعه ودفعنا وجبنا تورته وجاتوه وسندوتش بسطرمه اتفضلي اتفضلي يا شناوي عايز يكوش ده مكانه غلط هنا رجعوا لنا فلوسنا كلها كنا بنقول ايه تهت انا دلوقتي احنا وصلنا على موضوع القايمه ايوه القايمه قايمه المنقولات من حقها حتى لو رفعت الخلع ليه بقى لان القايمه دي هي بتروح تحركها في محكمه الجنح محكمه الجنح دي لان القايمه بالعامي كده عشان الناس تبقى فاهمه دي على سبيل الامانه انا جيت قلت لك يا استاذ ممدوح القايمه بتاعتي دي منقولاتي عندك في سبيل الامانه ايه علاقتها بقى بالطلاق والخلع يعني هي النهارده القايمه الحاجه الوحيده اللي بتخرج من محكمه الاسره بتروح للجنح للجنح ما حاجه من الجنح يا ساتر يا رب وممكن ياخد يعني لحد 3 سنين حبس لانها جنحه ده لو هو من 24 ساعه الجنحه من 24 ساعه طبعا ل 3 سنين حبس ده لو هو بدد في القايمه في الامانه يعني ما بيلعبش بقى حاجه 3 مرات ورا بعض من 24 ساعه 3 مرات ورا بعض 3 سنين عايزانا نتحبس دي الجنحه يعني عاده بيتحكم طبعا دي حاجه للمحكمه انا مش هقدر اتكلم في حكم قاضي يعني طبعا بس هي عاده بيتحكم 6 شهور سنه دي تحبس فيها لا اثناء التبزيت بس هو على فكره بيقدم يعني بيعرض القايمه بيعرض في الجنح وبياخد يعني براءه يعني يا استاذه دلوقتي هي غيرت الانتري وكانت السفره مش عاجباها عشان الكرانيش بتاعتها كانت متغيره وغيرته والنيش مش عاجبها وحصل انفصال وجت راحت موديه عليه بصوا مش دي الحاجات اللي انا جايباها تمام يتحبس هو بقى برافو عليك والله سؤال جميل دي حقيقه ولان ده بيحصل فعلا في الواقع ايوه الدعوه تروح تحقيق ونجيب شهود حلو وصور وحاجات يعني في حاجات كده في الدعوه احتفظ بالفواتير يا رجاله احتفظ بالفواتير لا كل حاجه لان القايمه دي المفروض يا جماعه برضو ان احنا بننصح من خلال برنامج العيله ان اكتبوا التفاصيل يعني حفاظا كل حفاظا للست وللراجل بعد كده اكتبي يعني اكتبي مثلا غرفه نوم مكونه من كذا وكذا خشب ارو مكون من كذا اكتبوا التفاصيل كلها بالظبط دي نصيحه يعني استشاره لا مش هياخد تليفون انا معايا استاذه ايه الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي انا كنت عايزه الاول ابارك لكم برجوع قناه الحياه والبرنامج الجميل التحفه ده ربنا يخليكي بوجودكم طبعا معانا ومشاركتكم لينا حلو جدا بين المذيعين والفقرات ورجاله مظلومه يعني. والله اتفضلي اتفضلي خليكي معانا ايه خليكي معانا ما ترديش خالص خليكي معانا هو انا هيدن هتعملوا لي بيوت هتكلم ولا يعني عاجبني بجد البرنامج جدا عاجبني الديكور تحفه الالوان فظيعه جدا رأيك. انا عايزه ابارك لكم فظيعه جدا ميرسي ربنا يخليكي حاجه حلوه جدا عايزاكم بس تزودوا بقى فقرات المراه والاطفال والفاشن والميك اب اكتر من كده يا ريت بقى تابعينا بقى وخليكي معانا معانا اصلا فقرات كتير جدا يعني وهو انا بتفرج على العيله اكني بتفرج على كذا برنامج في برنامج واحد يعني فالدنيا حلوه جدا يعني ده كان فكرتنا والله. وده الهدف اللي احنا كنا عايزين نوصله طبعا لحضراتكم من اول ما بدانا العيله
ربنا يوفقكم يا رب ومرسي جدا ليكم، يعني كنت عايزه ابارك لكم. ربنا يخليكي. تابعينا بقى استفسارك. استني يا مروه بقى، مروه استني ده ليك يا مروه يا استاذه ايه، مش عايزه اي استفسار قانوني معانا الاستاذه نجوان، ممكن تاخدي منها اي استفسار؟ اتفضلي. والله انا كنت عايزه اقول بس ان قصه ان الراجل مظلوم او ظالم دي بترجع بقى لل، يعني ما هو ممكن هو فعلا ممكن يبقى مظلوم وممكن يبقى ظالم على حسب الموقف اللي هو محطوط فيه. يعني اصل انا فكرت كلهم شايفينه ظالم، فده حاجه مضايقاني بصراحه والله، عشان طبعا النساء جميلات كلهم شايفين احنا ظالمين. لا هو على حسب الموقف اللي هو محطوط فيه، يعني بيبقى يعني انا منفصله عن بابا بنتي بس العلاقه بيننا محترمه جدا وبيتابع بنته وحاجه جميله جدا طبعا، يعني دي حاجه جميله وحيده، حاجه بيننا تمام يعني الحمد لله كله بهدوء بيتم الحمد لله، بيشوف البنت وبنتعامل معامله لطيفه يعني عشان في الاخر هو ابو بنتي يعني. ما هو ده الصح والله، ده الصح وده الاتباع. انت عايز تسالي اي استفسار قانوني بقى للاستاذه نجوان وهي معانا كده؟ لا ميرسي جدا، ربنا يخليكي. ميرسي يا استاذه نجوان بجد، اهلا بيكي. ميرسي جدا ليكم. اهلا بيكي. يا رب يخليكي يا استاذه ايه، وميرسي جدا على مكالمتك الحلوه دي، ويعني على اللي انت قلت لنا كلام وطاقه ايجابيه دي تهنا اللي احنا بنقول كذا حاجه وكذا في برنامج واحد بكذا فقره، فدي حاجه تبسطنا احنا. نرجع للاستاذه نجوان تاني والطلاق البين والطلاق انت كنت عايز تقولي ايه في الاول في السؤال بتاعك؟ احنا كنا بنتكلم عن ان المراه تنازلت عن حقوقها اثناء الخلع، ولكن في التبديد المنقولات كده أيوة. نتوجه لمحكمه تانية غير محكمه الاسره، محكمه الجنح اللي بنتحبس فيها في الاخر من 24 لثلاث سنين. بس هو على فكره بيعرض الزوج طبعا زي ما قالت المدام المتصله او الاستاذه المتصله، في احنا بنقابل رجاله يعني محترمه جدا جدا طبعا ما بتخليش اصلا ام ولادها تلجا لحتى للمحكمه. حلو. يعني انا عندي كان عندي حاله قريب، يعني في انا كلمت الزوج وقلت له يعني زوجه حضرتك توجهت لينا عشان كذا كذا، قال انا مراتي اصلا ما تدخلش مكتب محامي مش محكمه. قال لي هي مراتي ما تدخلش مكتب محامي، يعني هو حاسس ان دي يعني حاجه قويه قوي على ام الولاد. ففعلا طبعا في رجاله جميله جدا فعملها بالتراضي وخلص كل طبعا جه وخلصنا بالعقود وكل حاجه حقا يكون برضو دي حاجات كتير جدا فعلا احنا بنسمعها، والامثله دي فعلا احنا بنشوفها كتير، ودي طبعا دعوه لكل الناس اللي بيشوفونا النهارده، قبل ما تختاري حبيب ليكي او زوج ليكي اختاري اب الاولاد. دي حاجه مهمه جدا. ده دي شركه وبيت والاولاد ما لهمش ذنب، حضراتكم مختلفين او متفقين، الاولاد عايزين يتربوا في مسكن كويس ومع اب وام كويسين، فيا رب نكون عندنا عقليه ان احنا نعرف نفكر فيهم. بس يا جماعه النشء يعني احنا بننادي بكده بجد، يعني فكروا مره واثنين وثلاثه عشان النشء، انتوا اللي مسؤولين عن ولادكم، دول هيكبروا يبقوا ايه في المجتمع. بالظبط. صح والله. مجتمع سوي. في حالات بقى تخلي المراه انها ترفع قضيه النفقه، ايه بقى الحالات اللي تخلي الست تروح تعمل قضيه نفقه؟ هو عدم الانفاق، لو هو امتنع ان هو ينفق عليها او على الاولاد بتقدر ترفع ان هي دعوه نفقه. على ده في حاله طلاق بس ولا ممكن هم متجوزين؟ لا هذا هو والله هو انا بقى اسئلتك جميله جدا من اللي هي عارف احتياطاته باي شكل. بقى في رجاله ساعات والله العظيم بيبقى غصب عنهم الايد قصيره والعين بصيره، العين بصيره والايد قصيره، هو مثل كده الرجاله بتبقى ايديها قصيره وعينيه وشايفين بس مش عارفين يعملوا حاجه، فالست ممكن تروح ترفع قضيه النفقه فعلا عليه في الكلام ده، يعني ممكن في الوقت ده وهو متجوزين؟ ممكن طبعا الزوجه الست يعني بتروح ترفع نفقه وهي العلاقه الزوجيه قائمه. يا لهوي. ايوه تمام. اسمها نفقه زوجيه ونفقه صغار. ما هو خلينا واضحين برضو، المطلقه يا جماعه ملهاش نفقه، المطلقه ملهاش نفقه، ملهاش نفقه، ملهاش نفقه، هي بس مجرد انها بتتطلق تاخد متعه وعده ومؤخر وملهاش نفقه زوجيه بقى خلاص. هو في نفقه زوجيه جميل، في نفقه صغار، لكن النفقه الزوجيه دي لو هو مقصر في بيته مثلا. بالظبط. لكن خلينا دلوقتي واحده وواحد متجوزين بطريقه بسيطه اهو تمام، هو ما بيصرفش عليها. هي مش عايزه تتطلق بس عايزه يصرف، تروح محكمه الاسره ترفع عليه حاجه اسمها نفقه زوجيه. تحكم لها بنفقه زوجيه بناء على ايه؟ بناء على دخله. تمام. زي ما حضرتك بتقول عشان ما تقولش ان هو معهوش فلوس، تعليمات او تحريات على الدخل، تحريات مباحث طبعا او تحريات العمل والمحكمه بتطلع عليها وبتحكم طبعا، دي سلطه تقديريه للمحكمه. استاذه نجوان انا عايزه اسالك حاجه شخصيه كده بيني وبينك، نسيب الورق كده بيني وبينك. ايوه على الهوا كده. سيب الورق. من واقع خبرتك ومن يعني تاريخك في المحاكم، الراجل ظالم ولا مظلوم؟ والله حالات وحالات، بس خلينا نتكلم بوضوح اكتر، النسبه الاكبر فعلا الست بتبقى مغلوبه على امرها، مش عارفه تعمل ايه، دي حقيقه. انا ولا كني موجود، لكن يعني في رجاله انا ما بقولش كل، انا مش عايزه يعني ان انا اخد بالعموم كده، ده بيبقى ظلم فعلا. لكن في رجاله فعلا زي ما قلت كده في بدايه الحلقه ما بيرضوش وبيدفعوا وبيعملوا كل حاجه، لكن معظم الحالات الست هي اللي بتبقى تعبانه، عشان كده احنا بننادي على حقوق المراه
حلقات كتيره كده عايزين ايه هنتكلم طبعا هنروح نتكلم على المره هنقعد نتكلم انا هاخد اجازه الاسبوع الجاي تعالوا انتوا بقى مع نفسكم اتكلموا بقى المره حزب هنا كبير وعايزين نعيشوا بقى انا اروح اصيف انا مستني الجو يحلو عشان اروح اصيف اتفسح انتوا اتكلموا على حقوق المراه واحنا ظالمين احنا ظالمين لا في ناس والله لا مش شرط في كده وفي كده اكيد شافت ده وشافت ده في حالات اغلبيه حالات كده في حالات انا بقول لحضرتك حالات بتحرجنا بتقول لي انا مراتي ما تدخلش مكتب محاميه مش مكتب محاماه ان هو حاسس ان هو ازاي مراته تتهان كده انها مش لاقيه فلوس او كده لا فطبعا في رجاله محترمه طبعا ما بقولش حاجه بس النسبه الاكبر الست طبعا مغلوبه على امرها الست بتتبهدل حتى في التنفيذ حلو يعني بنبقى جايبين الحكم ومش عارفين ننفذ كفايه ان هي كمان اللي هتربي الولاد ويعني بتشقى على اولادها وضع عمرها رايحه جايه طبعا وعمرها عمرها على اولادها هو احنا ما ضاعش عمرنا على حاجه لو جت تتجوز بياخدوا منها الولاد استاذه نجوان شكرا قوي على فقره النهارده وعلى اجابه الاسئله الجميله واحنا الناس ظالمه خليتني انفعل خليتني انفعل على هوا ينفع بشكرك والله بجد يعني دايما بتدينا معلوماتنا الحلوه دي بتنفعنا بنشكر طبعا بنشكر حضرتك جدا معلومات قيمه جدا حضرتك اضفتيها النهارده لكل الناس اللي بيشوفونا فعلا النهارده بشكرك برده واحنا زي ما قلنا لحضراتكم خليكم متواصلين معانا طول الاسبوع احنا برده كل يوم هنبقى موجود مع الدكتوره نجوى معانا هيكون هنقدر نديها الاسئله اللي بتاعت حضراتكم نجمعها ونطلعها معانا في الحلقه فانتوا بقى اكتبوا بقى على البيج عندنا على الصفحه الرسميه اكتبوا بقى اللي انتوا عايزين تكتبوه وتقولوا الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها احنا بنبعتها لها وهي بتجيب لنا حل واحنا نقعد نتكلم فيها مع بعضنا كده خليكم مكملين بقى لسه برنامج العيله مكمل مع حضراتكم بس الفقره اللي جايه بقى فقره دراما حاجه حلوه كده جميله تبقى فيها معاكم لا خلاص بقى مفيش طلاق احنا كفايه بقى ظلم وظالمين ومظلومين نتراجع كده عن قراراتنا نبعد بقى يعني ارحمونا شويه كرجاله وظالمين ومظلومين واحنا طول النهار ماشيين في ساقيه ودايرين في الشارع المهم خليكم لسه مكملين معاكم في برنامج العيله مع استاذه شيرين بقى والفقره اللي جايه الدراميه خليكم مكملين نرجع للاستاذه نجوان تاني والطلاق البين والطلاق انت كنت عايز تقولي ايه في الاول في السؤال بتاعك احنا كنا مميزه جدا هي فقره فنيه معانا دلوقتي مخرج طبعا استاذ محمد حمدي منورنا يا فندم اهلا بحياتك في شبكه تلفزيون الحياه وطبعا المؤلف الكبير استاذ حسام موسى اهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك قابلتك قبل كده في شطرنج كان طبعا من المسلسلات الناجحه جدا على شبكه تلفزيون الحياه واللي شفناها على مدار كان اعتقد كانوا ثلاث اجزاء 360 حلقه حياتك اتعقدت انا عارفه من الاجزاء الكثيره لا صدقيني انت عارفه احنا لحد دلوقتي بيطالبونا ان احنا نعمل جزء رابع صح فعلا يعني حتى على اليوتيوب والمشاهدات وعلى يعني الاف الناس بتطالب ان نعمل جزء رابع من شطرنج الحقيقه ناس كتير ارتبطت بالعمل ده انتوا عاملين دايو ما شاء الله يعني انا همسك الخشب قبل ما اقول اي حاجه السر عند مين انا شفت فيديوهات لريم البارودي كتير وبتقول لك السر عند مين طبعا السر بطوله كوكبه كبيره من النجوم مع حفظ الاسماء طبعا حسين فهمي وفاء عامر ريم البارودي نضال الشافعي نضال الشافعي ومايا نصري يعني معاكم كوكبه كبيره من النجوم جدا انتوا عاملين دايو مع بعض ممتاز فكره السر جات لحضرتك ازاي سوى السر ده مسلسل كان غريب شوي كان في مره يعني من حوالي 3 سنين كده المنتج الكبير استاذ محمد فوزي قال لي انا عايز اعمل مسلسل بطوله جراند وشاب جيب نجم كبير من الجراندات واجيب شاب وكان في دماغه تخيل لأسماء معينة يعني فقال لي ما تعمل لي تصور لده ويبقى جنبهم أدوار نسائية قوية جدا فأنا عملت له تصور معالجة وحوالي 3-4 حلقات فأراهم عجبوه جدا فقال لي أنا المسلسل ده أعمله كنا ساعتها بنعمل تقريبا الجزء الثاني من شطرنج فقال لي إحنا هنخلص شطرنج وأنا هعمل السر ده وأنا كنت كان هدفي ان انا اعمل مسلسل يمكن انا بميل ان انا اعمل عمل تجاري جدا في نفس الوقت فيه قيمه متماسك وفيه قيمه يعني انا كان في شطرنج ده الشغل اللي حبيت اعمله لما عملت مع استاذ نادر جلال الله يرحمه كيكا على العالي والعقرب ويمكن دي من الحاجات اللي انا استفدتها من استاذ نادر المدرسه دي بتاعته وبتاعت استاذ سمير سيف وبتاعت استاذ شريف عرفه اللي هم بيحبوا قوي يعملوا عمل تجاري جدا يعجب الناس قوي في نفس الوقت يحمل قيمه ومتماسك ودي كانت بدايه السر وبعدين خلصنا الجزء الثالث من شطرنج قلت له انا تعبت بقى حضرتك كل ده كنت بتكتب في السر لا انا عايز اقول لك ان السر واضح انه جامد قوي انا السر خد مني وقت طويل جدا لان السر قائم على فكره ان انت كل شويه بتلاقي نفسك خلاص حسيتي انك فهمتي يعني بعد اول 10 حلقات هتحسي انك فهمتي جدا فجاه كام حلقه تحسي ان كل اللي فهمتيه ده مش موجود هو 60 حلقه صح تقريبا تمام
شويه تحس انك فهمتي. يعني بيكون في تويست، انا كل شويه طول الوقت بروح. وده في الكتابه صعب جدا اكيد، يعني في الكتابه صعب جدا جدا ان انت تقعدي الجمهور عدد الحلقات الطويل ده مستني حاجه. ده مهم جدا. انا قريت ان هو كوميدي، في جزء كوميدي، في خط لايت كوميدي وفي خط انساني واجتماعي مع السسبنس والتشويق. ويمكن مثلا اللي هيبقى مفاجاه من مفاجات العمل ده استاذنا ونجمنا الكبير استاذ حسين فهمي، لانه بيعمل كاركتر يعني طبعا ده تاريخ وعمل كل حاجه، بس شخصيه نديم الحاوي دي تمام، انا اعتقد ان هي من الشخصيات الجديده عليه في الفيديو بالذات، يعني هيضحك فيها بشكل غير مسبوق. عايز اعرف بقى من حضرتك كان مجالك السر، اخترت النجوم المشاركين في العمل ازاي، خصوصا ان انت في نجوم كانوا معاك في شطرنج، فممكن الناس تقول ايه، نفس المنتج نفس المخرج نفس يعني مش كل الابطال بس في جزء كبير منهم هم نفس الابطال، يعني نقدر نقول ان التشالنج او يعني ممكن يبقى فيها حته كده من المغامره انت لازم تخليهم يخرجوا من جلدهم خالص عشان تحس ان انت عملت حاجه مختلفه. هي دي فكرتنا دايما، يعني سواء كان في الشطرنج او في السر، وده رهان الحقيقه يعني اثبت انه كسبان طول الوقت، انه ازاي تغير شكل الممثل او تغير جلده تماما، الناس بتبقى متعوده منه على شكل او ستايل ادوار، تركيبه ادوار كده بيعملها من عمل للتاني، نقوم احنا نضيف له حاجه جديده او نغير شكله خالص او الناس تشوفه بشكل يتفاجئوا بيه، ده في الغالب بيخليهم يتشدوا اكتر، يخلي الناس تتشد اكتر وتبقى متشوقه ان هي هتشوف نجمها اللي بتحبه بس في حاجه جديده او في حاجه ما عملهاش قبل كده شكلا وموضوعا. ده رهان حقيقي كسبان بنشتغل عليه من بدايه الكتابه عند حسام لحد ما الحكايه بتطلع للنور والناس بتشوفها، بنشتغل عليه بشكل دقيق جدا انه ما يبقاش فيه تكرار، لا على مستوانا احنا ككتابه وتنفيذ ولا على مستوى الممثل. في كمان فنانه جميله معانا دلوقتي على التليفون، انا بحبها بشكل شخصي جدا جدا، وهي يعني انا شفتها مع حضرتك بادوار مختلفه، كانت عامله دور شطرنج مختلف عنها جدا، وقريت كمان في السر ان هي برضو عامله دور مختلف تماما. ريم البارونزي منوراني، وحشتيني جدا. انت كمان يا شيرين، ميرسي جدا، الف الف مبروك على السر. ميرسي جدا جدا، مساء الخير عليكم جميعا، مساء الخير على استاذ محمد واستاذ حسام. وكنت لسه بسمع كلام استاذ محمد، انا من الناس اللي بتتغير مع استاذ محمد واستاذ حسام جداً. يعني اقول لك ايه، مي يعني مش عارفه اقول لك ايه، يعني شطرنج بثلاث اجزاء دي يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي وتغيير بالنسبه لي جدا. وطبعا هنا في السر مش عايزه اتكلم على السر، مفاجاه تانية يعني الحمد لله واحد عامل عمل ناجح وناجح كمان في الوطن العربي زي شطرنج، وتيجي تعملي مسلسل كبير زي مسلسل السر، انا مش عايزه اقول اي تفاصيل عشان استاذ حسام بيزعل. بس انا عرفت كده يا ريم شويه تفاصيل ليا انا كده، ان كان في مشهد صعب شويه وانت كنت خايفه منه، بس قلتي انا واثقه في استاذ محمد، انا داخله المشهد ده وانا مش خايفه. بتعيط وتبعت لي صورها وهي بتعيط. شفتي اهو هو اللي قال لوحده، هو اعترف والله انا بعيط. انت تقول لي طب انا بعيط وانا بذاكر هعمله ازاي؟ هو اصلا والله العظيم يا شيرين المشاهد اصلا صعبه، يعني والله مش بقول كده، لكن اذا كان شطرنج او السر بتبقى مشاهد صعبه، وصعبه عليا لان انا فعلا ببقى متغيره كومبليتلي، بجد متغيره. كريم البارودي الناس اللي هي الادوار المتعارف عليها اللي بتعملها يعني، فهنا كمان في السر لا ادوار كتير جدا جدا، انا بقعد اعمل لهم حاله ارق فظيعه، طبعا بقعد اكلم استاذ حسام، بروح للاستاذ محمد اول ما اخش اللوكيشن اعمل له حاله توتر، لكن انا عارفه ان انا بطلع معاهم بشكل كويس جدا جدا، وبتمنى دايما ان انا بقى عند حسن ظنهم وثقتهم فيا، لانه بجد بيحطوني في ادوار يعني انا حتى لما بيجي لي الدور عشان اقراه فاهمه بحس ازاي، فبحاول اجتهد وحاولت على قد ما اقدر اجتهد في الورق الرائع بتاع السر هنا، لان دور مختلف تماما، حاولت ابقى بالشكل اللي استاذ محمد حمدي عايزه والشكل الخارجي حتى والداخلي للممثل، فيا رب ان شاء الله السر ما يتعرض يعجبكم ويلاقي النجاح الهايل بتاع شطرنج، لان انا ما بخرج بره مصر الناس بتكلمني فعلا والله على شطرنج،
فانا هتفرج عليكم بقى، هسيبكم عشان اتفرج عليكم. بس سيبينا، السر عند مين يا ريم؟ انا شفت لك فيديوهات كتير، السر عند مين؟ بصي بقى، السر عند الاثنين اللي قاعدين عندك. شفت على طول بعتكم، قالت لي السر عندهم هم. طبعا انا عارفه ان انت اكيد كنتي مستمتعه بالسر طبعا، علشان معاكي كرو انت بتحبي تشتغلي معاه، من اول منتجك الكبير محمد فوزي، طبعا للجميله وفاء عامر، لحبيبك نضال الشافعي. انا عارفه ان انت دايما بتقولي عليه جيم كاري العرب، فانت اكيد كانت الكواليس بقى، وطبعا نجمنا الكبير بقى الجان بتاع حسين فهمي. بصي كل واحد انا اشتغلت معاه قبل كده، اذا كان استاذ حسين او مدام وفاء او استاذ نضال، وهنا بحاول انا شخص صغير اجتهد قدام العمالقه دي، وبقى قد المسؤوليه ان انا بقى واقفه قدامهم. انت برضه عايزه تجرجريني عشان تعرفي السر فين، بس انت معاكي حضرتك المخرج ومعاكي المؤلف. هم يقولوا لك. حقيقي اصلا استاذ محمد حمدي حقيقي بجد يعني من المخرجين الكواليس بتاعتهم رائعه، لانه دايما في لغه حوار ما بينه وبين الممثل، حتى هو موافق او رافض يعني، فاهمه؟ فبيديكي دايما مساحه من الحوار اللي يعني انك تبقى في حوار ما بينك وبينه. كواليسه انت نازله من البيت بجد تنزلي تشتغلي، معاكي اساتذه كبيره جدا جدا، حتى الفنانين اللي هم لسه الوجوه الجديده طالعين، اختيار بيبقى قبل هم ما يخشوا حتى العمل، بيبقى اختيارهم يعني، انا مش هقدر اتكلم عنهم يعني حقيقي كتير، لان انا بحبهم جدا، اذا كان استاذ محمد حمدي او استاذ حسام موسى، لان استاذ محمد كان اول تغيير في فيلم سالم ابو اخته، ده اول تغيير خالص لريم. استاذ حسام انا اشتغلت برضه مع العقرب، فانا بحبهم جدا على المستوى الفني وعلى المستوى كمان الشخصي يعني حقيقي، ومستنيه السر بفارغ الصبر عشان انا عايزه اعرف السر عند مين. ريم نورتينا وشرفتينا، مبسوطه ان انت كنتي معايا النهارده في العيله. عايزه اقول لك كمان انت عامله لوك جديد وعامله هير كات حلوه قوي، نورتيني وشرفتيني، والف الف مبروك على السر، واعتقد كمان في فيلم نازل برضه الفتره الجايه يعني، رب التوفيق يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، ميرسي جدا يا شيرين، ميرسي جدا. ميرسي لك، شكرا. ريم انا عارفه انها من الناس اللي بتسمع كلام المخرج، يعني من الناس اللي هي ايه، مخرج يقول لها اعملي ايه هي بتروح تعمله. انت شايف ريم ايه اللي بيميزها؟ بصي بالنسبه يعني تحديدا على الشخصيه اللي بتعملها ريم، ريم في السر، ريم عامله دور برضو زي ما بنقول من الاول جديد عليها تماما، هي بنت غلبانه في الحاره، بتشتغل بياعه في محل ورد، بسيطه جدا في شكلها، في لبسها، في انفعالاتها، حتى في احساسها بالبني ادمين، بسيطه بسيطه قوي يعني، ما فيش اي شيء معقد، فده كان جديد عليها حتى على مستوى كمان الشكل، ما فيش ميك اب، ما فيش طالعه بتمثل. هي طالعه بقى يعني تورينا كده، بتستعرض لنا العضلات جدا حتى الان عشان جدا حيلة. فعلا المفروض انها طيبه جدا طبعا في كل تعاملاتها. الحقيقه عملته باقتدار شديد جدا، ريم من الممثلات اللي حقيقي بستمتع بالشغل معاها، مش كلام بنقوله في البرامج، ده حقيقي. ما ده اكيد عشان انتوا كده عاملين يعني جروب مع بعض ممتاز، معانا كمان برضو اتصال يعني من نجم، انا عارفه ان انتوا كلكم بتحبوه جدا، وكلكم قلتوا ان هو برضو لم يكتشف بعد. نضال الشافعي اهلا بيك في برنامج طبعا العيله. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انا طبعا ليا الشرف الكبير ان انا اكون معاكم في برنامج العيله، ومع اساتذتي واخواتي الكبار والعظام المبدعين. استاذ اول ما قلت اساتذتي الكبار قعد يضحك، انت شكلك كده بتكبره يا نضال، هو هيزعل منك. لا لا لا، ده انا بكبرهم يعني، هم كبار قيمه وابداع وجمال يعني، لكن في النهايه احنا اخوات واصحاب جدا جدا جدا. بس استاذ محمد حمدي واستاذ حسام موسى اخواتي الغاليين يعني، وبعدين برضه لازم الواحد في الدخله في البرنامج لازم يبقى حبه كده يعني. صح صح، دايما ريم بتقول لك انت جيم كاري العرب، واحنا بنقول نضال الشافعي فيه مواهب كتيره جدا لسه لم تكتشف بعد. خليني اقول لك كمان يا نضال في حاجه بتميزك، يعني اكيد برضو هم هيكونوا موافقين معايا في الموضوع ده، ان انت كل دور ممكن يبقى الست اللي قاعده في البيت مش عارفه ان انت نفس الشخصيه دي، من كتر ما انت بتتغير من جوه ومن بره للشخصيه دي. يعني هو الحمد لله وتوفيق ربنا طبعا في اي حاجه الواحد بيعملها، واستحسان الناس ده بيبقى على راس الواحد، واتمنى من ربنا انه يعني الواحد بيحاول يوجد الاخلاص والصدق في الشغل بتاعه عشان يوصل للناس ويعرف يعبر عنهم يعني بشكل كويس. بس يعني هو الاهم مني دلوقتي النجمين الكبار اللي مع حضرتك، استاذ محمد حمدي واستاذ حسام موسى، ومسلسلنا في السر يعني،
يعني هو انا عن نفسي في الاول لما قريت انا كنت متخوف جدا وشايف انه بالذات ان كان في بينا تجربه انا بالنسبه لي كانت مهمه جدا 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 بالنسبه لي هي تجربه شطرنج. فكنا احنا الثلاثه متخوفين جدا في حته ان احنا نعمل عمل ثاني برضه سوب اوبرا كبير كده. كان الموضوع صعب بالنسبه لي انا جدا، لكن بصراحه انت معاكي يعني اكبر مقنع في مصر. مين فيهم؟ مين فيهم؟ الاستاذ. بصي هو انت عندك مقنع وعندك مطمئن بالادوات. طب غششني يا نضال، غششني. مين كده ومين كده؟ غششني. يعني حسام موسى حفظا للالقاب، يعني هو ابويا بقى نتكلم كده يعني كان البساطه. ايوه احنا في العيله يا نضال، احنا بنتكلم قاعدين مع بعض في البيت. بالظبط كده. يعني حسام موسى مقنع بشكل لا تتخيلين. اولا هو مؤلف عظيم جدا، مالك ادواته كويس جدا، بيبقى عنده قناعه باللي بيكتبه كويس جدا، فبيبقى عارف وعنده بعد نظر للي هو بيعمله دوت هيروح بيه فين ويودي بيه فين بصراحه. فاحنا كان في بينا كيمياء كويسه جدا في شطرنج، قعدنا سنتين نشتغل فيه. واما جه نعمل جلال في السر، انا بصراحه لما قريت في الاول تخوفت جدا 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 يعني. وقال لي اوعدك انه هيكون يعني مش عايز يقول يد، انا مش هقدر انطقها بصراحه يا حسام. قلت له ده احسن من فتحي. اصل فتحي احسن من فتحي. ده فتحي لسه معلق مع الناس لغايه دلوقتي. فتحي زيدان ده. ده الشخصيه دي يعني عايزه اقول لك فعلا ضد دي جوه مصر وبره مصر. بالزبط. احنا كنا طبعا بنستمتع بشطرنج حصريا على الحياه، وطبعا انت عارف جمهور الحياه موجود في كل مكان، وكنا مستمتعين جدا بفتحي. طيب غششني بقى على استاذ محمد حمدي. انا جيت لكم مره كواليس شطرنج، وانا شفت اليوم ده كان فيه مطره وفركشنا التصوير، انتوا كنتوا فرحانين جدا، فانا حسيت ان هو يا عيني كان كابتكم ومشغلكم كتير وصوروا ساعات طويله. انا اقول لحضرتك حاجه، استاذ محمد حمدي، بس انا اسف ان انا اتدخل في الحوار كده بقى عشان اسيبكم براحتكم. استاذ محمد حمدي احلى حاجه فيه انه بجد والله يعني مش بقول كده، هو بيني وبينك هو برضه شكله ما بكلام برامج، بس هو بس بيتقال. يعني استاذ محمد حمدي بصراحه اولا مبدع جدا، عارف هو بيعمل ايه، عنده تصور بتاعه، بيعرف يوصل للممثل يعمل ايه بمنتهى البساطه، ملوش صوت في اللوكيشن، فده بيعمل نوع من انواع الراحه للممثل في الشغل. في حاله من حالات التفاهم بالعين وبالنظره، يعني يعرف يوصل لك هو عايز ايه بالظبط من غير ما يمثل عليك حمل او لود. اللوكيشن بتاعه بصراحه يعني انا بحب اروح اللوكيشن، يعني في لوكيشنز كده مسلسلات افلام اي ما يكون، يعني بيبقى الواحد وهو رايح يصور كده بيبقى في حاله من حالات يعني مش الضيقه، ولكن يعني بيبقى رايح بيجر رجلي وياخر الثانيه. وبعدين انتوا عشره بقى من ايام شطرنج، انت بقالكم سنين كلكم بتشتغلوا مع بعض. وانا عايز كمان اقول لحضرتك حاجه بصراحه، اللي تبنى هذه الكيمياء اللي بيني وبين استاذ حسام موسى وما بين استاذ محمد حمدي، وهو يقدم لي كل الشكر الجزيل، هو الاستاذ محمد فوزي. لانه استاذ محمد فوزي بصراحه لما شاف هذه الكيمياء اللي موجوده ما بيننا، وان احنا بنقعد ونتكلم وبنسمع بعض، واستاذ حسام موسى ما عندوش اي غضاضه انه لما اقول له ملحوظه يقول لي امين، هو لما يقول لي ملحوظه استاذ محمد حمدي يسمعنا احنا الاثنين او يقول لنا توجيهاته. لما شاف الكيمياء دي بصراحه تبناها، وزي ما حضرتك شفتي قناه الحياه تبنت برضو جزء من الموضوع ده، ان احنا قدمنا شطرنج ثلاث اجزاء. ثم بعد كده السر قدمناه ان شاء الله باذن الله يشوف النور قريب ويتعرض للناس. فانا اسف اذا كنت طولت عليكم. لا خالص، انت نورتنا وشرفتنا وبالتوفيق يا رب. اخواتي وربنا يوفقهم ويوفق حضرتك ويوفق برنامج العيله وقناه الحياه، وانا متشكر على ان انتوا اديتوني واتحتولي هذه الفرصه ان انا اعبر عن محبتي لاخواتي الجمال. بلاش الكبار. ايوه بلاش الكبار يعني. والنبي عشان ما يزعلوش مننا. نورتنا نضال وشرفتنا. هو نضال ده يعني انا عايز اقول لك ان نضال كان من بداية شطرنج اتحط في اختبار في منتهى الصعوبة، وأنا يمكن الكلام ده أول مرة يتقال على الهواء. نضال ما كانش هو فتحي ازاي. ده أنا بص رحت لهم الكواليس ما قالوليش الكلام ده. ده الكلام ده حصري لبرنامج العيلة. ده سر. وتيجي قبل التصوير بأسبوعين، وأنا مش هحكي تفاصيل ولا أسماء، ولكن
الشخصية الرئيسية في المسلسل الصعبة نضال كان بيلعب شخصية في المسلسل تانية وصعبة برضو بس مش فتح زدان. فتجيب نضال زي ما بيقولوا من الدار للنار وترميه كده، واللي هو أنا يومها اتصلت بيه بالليل قلت له عايزك ضروري، قعدنا أنا وهو سمع صعق يعني عارفة، حسيت أنه جسمه بترق، أنا هعمل فتح زدان يا عصام، قلت له هتعمل فتح زدان وهتطلع دلوقتي تذاكر فتح زدان وتجيب لبس فتح زدان وتعمل كل حاجه. اقنعته؟ ما هو قلع حضرتك البطل. لا هو مش فكره، هو على فكره كانت عاجباه جدا من ساعه ما قرى طول الورق طول الوقت كان بيقول لي اللي يعمل فتح زدان ده محظوظ، اللي يعمل ورزق نصيب وان هو يشيل يعني عارفه في ياخدها في وقت متاخر زي ده قبل دخولنا باسبوعين ويحضر ويشيل مسلسل 160 حلقه يعمل النجاح ده في مصر وفي في النهايه احنا ورا الكاميرا، لكن اللي في وش الناس واللي في وش المدفع هو نضال اللي عمل شخصية فتح زدان. فنضال ممثل من طراز فريد تمام، وعلى كل المستويات إنسانيا وفنيا انت بتعاملي مع واحد محترم جدا، ممثل تقيل قوي وإنسان محترم جدا على كل المستويات الحقيقة. فأنا بشكره على أنه تحمل مسؤولية شطرنج والنجاح اللي حصل في شطرنج. نضال يعني عامل كبير قوي فيه باجتهاده انه شال الشخصية الرئيسية تمام، وانا اعتقد انه كمان بيكمل ده في السر. انتوا طبعا جروب ما شاء الله نمسك الخشب عليك وكلكم ممتازين، حضرتك لازم يكون برضو العمل يكون ورقه حلو عشان نعرف نشتغل عليه، مخرج طبعا يكون متمكن من ادواته وعارف النجوم هيبقوا فين وايه الادوار اللي تليق عليهم، طبعا انتاج كبير زي انتاج استاذنا محمد فوزي برضو بيصرف على العمل وبيكون عارف العمل ازاي ويتعرض فين وامتى. مستنيين طبعا عرض السر. بشكركم نورتونا وشرفتونا، احنا طبعا كان نفسنا عندنا كلام كتير جدا عايزين نقوله، هنتقابل تاني يعني انتوا لازم توعدوني ان انتوا تشرفونا تاني برنامج العيله. استاذ محمد حمدي بشكر حضرتك وبالتوفيق ان شاء الله بيك يا برده، فيلم محمد رجب هينزل قريب والسر ان شاء الله برده كمان ان شاء الله. استاذ حسام بشكر حضرتك جدا شرفتونا ونورتونا، ودايما اعمالكم كده يعني تفتح النفس وتكون مبسوطين بيها، وبنشوف التيم ورك هو ده اللي بيتقال عليه التيم ورك فعلا، فيديوهاتهم وجمالهم. بشكركم طبعا على حلقه النهارده ويا رب تكون عجبتكم، واستنوا يوم السبت الاعلاميه الجميله جيهان منصور وحلقه جديده وبرنامج العيله.